10 او 7 وربع. ليه احنا عاملين الشيفتنج ده؟ علشان انا بصراحة إن ربنا يسهل، وطبعا احنا بلغنا ادارة الكلية بالكلام ده النهاردة ان مش عايزين ان شاء الله خطأ زي اللي حصل في الكمبيوتر ده يحصل تاني معانا يوم الاثنين. فبلغنا الكلية النهاردة رسمي، والدكتور خالد كيرة المنسق العام للفريشمن، بحيث ان هو يبقى فيه اتخاذ للازم مع الاي تي في الكلية بالنسبة للال ام اس، ونرجو ذلك يعني. فاذا ده تم بنجاح يبقى خلاص ما فيش مشكلة، يبقى الناس ان شاء الله كلها في البداية الديفولت بتاعنا ان احنا بنحاول ندخل على الال ام اس. كويس. طيب من 7 لغاية 7:10 او 7:15 في ناس ما عرفتش تدخل او في مشاكل او كده، يقوم ضاغط بقى على اللينك بتاع الجوجل كويز ده يدخله عليه، وطبعا هياخد وقته يعني، الوقت هيبتدي يتحسب من اول ما يدخل، ما فيهاش مشكلة يعني. يبقى انا برضو عامل بالنسبة لي خطوة احتياطية فيما لو ان ال ام اس ايه لا قدر الله ما اشتغلش كويس. وان شاء الله زي ما بقول اللينك ده هينزل على جروبات التيمز للناس كلها بكرة بالليل ان شاء الله، ويبقى موجود معانا. دي نقطة. النقطة التانية بالنسبة للناس اللي جت متأخر، ويعني في بيقولوا بقى طبعا بالنسبة احنا ما لحقناش ومش عارف ايه وكلام من ده. طيب هو يعني في اقتراح، وهو الاقتراح دون معرفش يعني ما مدى الملائمة بتاعته بالنسبة للناس، ان الناس اللي جت متأخرة سنة تحاول انها تدخل معانا الكويز عادي اللي هو بتاع بعد بكرة ده لو امكن. ويعني لو انت عايز ايه ان انت تدخل او ان انت قدرت تحصل او بتذاكر، وانا عايز اقول ان مفروض يعني ان حتى الناس اللي جت متأخرة فهي موجودة معانا في الكلية بقالها 2 على الأقل، فأسبوعين فاتوا ما هياش فترة زمنية قليلة يعني، أنت تقدر تكون إيه لميت فيها بقدر الإمكان. طيب لميت وهتقدر تخش الكويز أهلا وسهلا، مش هتقدر خلاص إحنا دلوقتي بنتواصل برضو مع إدارة الكلية، هيجي لي نيم ليست رسمي، نيم ليست رسمي بالناس المتأخرة اللي جت متأخرة، بحيث ان انا اقدر ان انا اعمل لها الميد تيرم في الميعاد اللي احنا هنحدده لاحقا بعد كده ان شاء الله. يعني دلوقتي بالنسبة للناس اللي جت متأخر انت كده كده ما مش هتحضر الميد تيرم، انا هعمل لك الميد تيرم لاحقا في ميعاد احنا هنبقى نحدده ان شاء الله، لكن انا الحقيقة بفضل ان انت تدخل الكويز. طيب مش هتدخل الكويز خلاص يعني هنشوف فرصة أخرى للكويز إن أنت تعملها. لكن هو في نقطة الحقيقة يعني أنا ما بحبش إن الطالب يجرب مرتين، يعني أنت تيجي تدخل الكويز وبعد كده مثلا إيه لا ما جبتش درجة، لا أنا مش عارف، لا ده أنا جيت متأخر هدخل الكويز تاني. لا ما هو أنت خلي بالك، أنت دخولك على الـ LMS ككويز انت خلاص اتسجلت واسمك اتسجل واتعرف ان انت دخلت، وانا من السهل جدا بالنسبة لي اعرف الاسماء كلها اللي موجودة واعمل فلترنج في الاكسل واعرف ايه بالمقارنة بالناس اللي هي جت متأخر، اعرف اذا كان ايه في اسامي جاء حضرت هنا وهنا ولا ايه. فما فيش داعي للكلام ده علشان ما تعرضش لنفسك لموقف مش مظبوط يعني. بس ده اللي انا كنت عايز ان انا اقول عليه. فيعني خلينا يعني يبقى في نوع من الامانه كده مع نفسنا، وان عمليه التاجيل الميد ترم دي لن تتم الا للسته اللي انا هاخدها رسمي من اداره الكليه، علشان ما حدش يجي يقول ايه ده انا متاخر، ده لا ده انا والله جيت متاخر وبتاع، واجي الاقي اسمه مش موجود في النيم ليست دي، اللي اسمه مش موجود في النيم ليست اللي انا هاخدها من الكليه دي خلاص يبقى ده مش من حقه ميد ترم في ميعاد غير الميعاد اللي احنا ايه هندخل فيه. ما توقعش نفسك في المشكله دي، انا بتكلم على الناس اللي جت متاخره خالص اللي هي مثلا من حوالي 2 ولا حاجه، غير كده لا ما فيش داعي للمشاكل في الموضوع ده. طيب في حد عنده سؤال بخصوص الكلام ده، الأمور التنظيمية أو الاستفسارات حوالين الكويز دكتور والامتحان؟ اتفضل. دكتور
دلوقتي انا هنفرض ان يوم الكويز انا دخلت الموقع امبارح، بعد ما دخلت علق، فانا كده هكون متسجل على ال ام اس اني دخلت، بس ممكن يفضل في نفس السؤال، ايوه يعني ايوه ما كانش بينقل معايا السؤال. حصلت دي قبل كده وانا شفتها في مواد تانية. طب انا عايز اقول حاجة وهبقى اتأكد منها برضو من دلوقتي لغاية الامتحان. دلوقتي انت دخلت، فدلوقتي اللحظة او التايم اللي انت دخلت فيه تسجل، يعني لو انت علق معاك او خلاص مش قادر ان هو مثلا انه بيكمل او كده، اعتقد انه بيسجل خروج. يبقى لو تايم الخروج ده على طول بعدها بما فيش، يبقى معناه ان فعلا الطالب ما عرفش يعني ان هو يكمل الكويز. وده في حدود علمي، انا برضو هتاكد من المعلومه دي لان دي طبعا تبقى مشكله. هو معايا امبارح كانش بينقل السؤال التاني وكان بيعد وقت، يعني كان يقعد 4 دقايق ويخصم ال4 دقايق دول من وقت الكويز بتاعي، يعني الوقت كان شغال. كان شغال ما طيب بيوقفش. ايوه بيوقف. كان شغال الوقت. ايوه، ايوه يا فده دكتور، الكلام كنت ده عامل حصل. معاك امبارح. الكلام ده الشباب اللي حصل في الكمبيوتر. اه يا دكتور، طيب انا هقول لك حاجه بقى، ثواني بص يا شباب، ثواني انا هقول لك حاجه بقى. يبقى في الحاله دي البديل السريع ان انا لقيته كده ايه، دخلت والسؤال الاولاني وبتاع وبعد كده علق ومش عايز يشتغل، ادخل على اللينك بتاع جوجل كويز، ادخل عليه وبعد كده هترسلنا على التيم او كده، كل واحد طبعا تبع الدكتور اللي بيدي معاه، والله يا دكتور حصل كذا كذا وانا دخلت وحليت الكويز على الجوجل، ما كملتوش على ال ام اس، لان اعتقد ان النقطه دي كده ملهاش علاج. يعني لو هو انا فكرت ان التايم رخر بيعلق، يبقى كانك مثلا ايه وقفت او كانك خرجت، لكن لو التايم يعني مستمر بيعد، يبقى كانك موجود وشغال. انتوا معايا يا شباب؟ طب دكتور معاك يا حضرتك، دكتور. انا مش فاهم جزئية معينة. هو اللي هو الجوجل كويز ده يعني ألجأ له لما ال LMS يقع معايا انا، يعني تمام، وراسل ده الدكتور اللي انا تبعه يعني اقول له انت حضرتك ال LMS وقع وكملته على جوجل كويز، يعني تمام كده؟ هتفتح. يعني بصوا يا شباب، لينك الجوجل كويز ان شاء الله بدون مقاطعه هيكون معانا كلنا، وهيتحط بكره لكل طالب على التيم بتاعه او لكل جروب على التيم بتاعه بكره بالليل ان شاء الله. هو اللينك معايا كخطوه احتياطيه يوم الاثنين الصبح. ال ام اس شغال زي الفل، اهلا وسهلا. مش شغال لاي سبب من الاسباب، اضغط على طول على الجوجل كويز بقى وادخل واشتغل بدون تردد. ما احنا عايزين نتلافى اخطاء الاخرين، يعني ما يعني انا مش عايز العمليه تبوظ، واخدين بالنا يا شباب؟ وان شاء الله الجوجل كويز يكون شغال، يعني مش هيبقى فيه مشاكل زي ال ام اس، وربنا يسهل برضو. اصل برضو يعني بالنسبه لماده الكمبيوتر، اعتقد ان القائمين على الماده يمكن يكونوا ما تواصلوش مع الاي تي بتوع الكليه وادوهم خبر ان يبقى في استعداد كويس للسيرفرات والكلام ده، ان انا بمتحن اعدادي، انا بمتحن الفريشمن، فتبقى الدنيا متظبطه. لذلك احنا بلغنا اداره الكليه والاي تي من النهارده، انا ان شاء الله يوم الاثنين مش معايا المين ستريم بس، انا معايا مين ستريم وكريدت، يعني معايا تقريبا حوالي 1000 طالب، يعني معايا تقريبا حوالي 1000 طالب. فيعني انا عايز ان الايه الامر يمر بسلام يعني، وربنا يستاهل ان شاء الله. طب معلش يا دكتور، وانا اتفضل. بالنسبه للناس اللي مسجلين الماده متاخر، انا مسجل بعد الدراسه باسبوع، فانا مش عارف اسمي هيكون على النيم ليست دي ولا لا، ادخل الميد ترم ولا ما ادخلش؟ لا انت كده بتتدلع بقى. لا انا لسه قايل ايه، انا لسه قايل ان النيم ليست اللي هتجيلي دي من خلال تبادل الاراء مع الدكتور خالد كيرة والدكتور وليد زين، فاللي انا فهمته منهم ان الناس المتاخره دي اللي جت متاخره فعلا، يعني بقى ما بقالهاش في الكليه، يعني ما كملتش في الكليه اسبوعين. الناس بتوع الشهادات المعادله اللي هم متأخر خالص، اللي كانوا بيعملوا
الامتحانات بتاعت الانجليزي والرياضه اللي هم اخر ناس جم، الشهادات المعادله دي المقصود بيها المتاخر، مش واحد جه بعد ما الدراسه ابتدت باسبوع ولا 10 ايام، لا لو سمحت. ما ده الكلام ده اللي انا كنت بقوله من شويه، ما تعرضش نفسك للموقف ده، لان انا مش هلتزم بالنسبه للناس المتاخره الا بالنيم ليست اللي هتجيلي من الكليه، والنيم ليست دي مش هتبقى انفولف فيها الا الناس اللي جم في الاخر خالص، وهم تقريبا على ما اظن حوالي يمكن 100 120 اسم فقط. ماشي. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لعل وعسى بعض الناس دي يكون معانا في الميتنج دلوقتي وسمع وعرف الاخبار دي. ماشي. بس انما غير كده لا. تمام يا شباب. طيب احنا دلوقتي هنبتدي نشوف مع بعض مراجعة كده مع بعض من خلال بعض افكار المسائل والاسئلة، هي مراجعة للكويز وللميد تيرم. وبالمناسبة برضو عشان نبقى متفقين، والكلام ده اعتقد الدكتور علاء والدكتور عمرو قالوه في محاضراتهم بتاعة المين ستريم النهاردة، وديني بعلينا اهو للناس، بالنسبة للميد تيرم مش الكويز، بالنسبة للميد تيرم، الميد تيرم داخل لغاية آخر حاجة هتتشرح الأسبوع ده. الميد تيرم داخل لغاية آخر حاجة هتتشرح الأسبوع ده. الأسبوع ده إحنا شغالين عادي، محاضراتنا الكلام ده كله، فهيبقى داخل فيه، بس عشان إيه تبقى العملية واضحة بالنسبة للناس. طيب يعني يا رب أكون أنا ما نسيتش حاجة من اللي أنا كنت عايز أقوله، علشان عايز أبتدي مع الناس. الريفيجن شامل اسئله جاس وليكويد والسوليد. السوليد ما هوش داخل في الكويز ولا حاجه انا عارف، لكن مراجعه برضو علشان الميد تيرم. افتكرت بالمناسبه برضو انا ان شاء الله موجود في الكليه الاسبوع ده، انا موجود في الكليه ان شاء الله الاسبوع ده، بكره الحد من الصبح يمكن لغايه الساعه 2 2 ونص، وكذلك يوم الثلاث الاسبوع ده ان شاء الله انا رايح الكليه برضو من الصبح ممكن لغايه الساعه واحدة كده. برضو اللي عايز يسال اسئله، اللي عايز يستفسر عن اي حاجه انا هبقى موجود. ماشي. طبعا غير المواعيد العاديه بتاعتنا اللي هي بتبقى الاونلاين. طيب عايزين بقى نبتدي كده نشوف مع بعض يا شباب ايه نماذج للاسئله بتاعتنا. طبعا كل الاسئله هتجيلك بنظام الام سي كيو، كل الاسئله بنظام الام سي كيو. انا طبعا جايب لك شويه مسائل هنا، لكن انا مش عاملها بنظام الام سي كيو، احنا طبعا عايزين بس نعرف فكره المساله وهيتم صياغتها ليك بعد كده في الامتحان بالنظام ده. طيب اول سؤال بالنسبه لنا في الليكويد بيقول لك which of the following would be expected to have the highest vapor pressure عند الروم temperature. يا ترى اني واحد من المجموعه بتاع الليكويدز اللي هو مديهم لك قدامك دول، مين فيهم يبقى ليه اعلى قيمه للفيبر بريشر في الروم temperature، ومدي لك ايه تقدر تستدل بيه على الاجابه؟ مدي لك قيم البويلنج بوينت بتاعتهم، الاثانول، الميثانول، الووتر، الاسيتون. تمام. فانت عارف ان في، واحنا درسنا مع بعض، عارف ان انت في عندك علاقه عكسيه. عكسي. الناس يا ريت تعمل ايه؟ الليزر ده مضايق الناس، الليزر اللي انا بعمله ده، او في ليزر باين قدامك في الفايل ولا مفيش؟ مفيش ليزر يا دكتور. لا مفيش. لا مفيش ليزر. لا ماشي، يبقى مش ظاهر، مش اشكال. طيب طيب فاحنا دلوقتي علشان نعرف مين فيهم اعلى واحد في الفيبر بريشر عند الروم تمبريتشر، يبقى انت بتختار مين في دول؟ اقل كلام واحد. ايوه الله ينور عليك، اقل واحد في البويلنج بوينت. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي دي، الاسيتون. والكلام ده طبعا قلناه في شابتر الليكويد، ان في علاقه عكسيه ما بين البروجريس ريت
of الفيبر بريشر، معدل نمو الفيبر بريشر وقيمة البويلنج بوينت. كل ما كان الفيبر بريشر بينمو وبيزداد بالسرعة يبقى بيصل للـ صوتك يا دكتور ولا معانا معانا دكتور في حد عمل له ميوت دكتور قطع صح يا دكتور اتعمل دكتور نت نت لا في حد عمل ميوت في حد عمل ميوت في حد بيستظرف وعمل ميوت للدكتور ما تكبروا يا جماعه العيل اللي بيعمل عبط ده يكبر شويه يعني مش واطي ايوه يا شباب سامعيني كده اه يا دكتور سامعينك يا دكتور يا دكتور معلش غير اعدادات غير الاعدادات عشان الكل هنا ادمن فعشان حضرتك بس اللي تبقى ادمن عشان ما حدش يستظرف اهو النبي يا دكتور نبي. طيب ثواني كده بقى يا شباب معايا كده يا شباب تمام كده يا دكتور اتفضل معاك يا دكتور تمام كده يا دكتور غيرت في الاعدادات عشان بس ايه اللي قاعد معانا وهو اصلا في الحضانه ممكن يروح بقى يلعب بعيد يعني طيب فهمنا الجمله الاولانيه دي يا شباب طبعا احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده بالتفصيل في شابتر 2 ان العلاقه عكسيه ما بين الفيبر بريشر والبويلنج بوينت ان كل ما الفيبر بريشر بيعلو بالسرعه يبقى البويلنج بوينت قليله ويبقى الاسيتون الاجابه الصحيحه خلي بالك ان انا ممكن اجيب لك الجمله دي في الامتحان العكس اقول لك which of the following would be expected to have the lowest vapor pressure عند الروم تمبريتشر مين فيهم اقل واحد في الفيبر بريشر عند الروم تمبريتشر فهتبقى الاجابه الصح الميه الووتر لان طبعا هتبقى درجة الغليان بتاعتها ايه اعلى درجة غليان في اللي موجودين مفهومة دي كده يا شباب هو مش مفروض يا دكتور inversely proportional مع البروجريس بتاع البروجريس بتاعها مش هي نفسها مين اللي inversely proportional مع البروجريس البويلينج بوينت الفيبر البروجريس بتاع الفيبر بريشر البويلينج بوينت البويلينج بوينت فاليو البويلنج بوينت فاليو بتتناسب عكس مع البروجريس ريت بتاع الفيبر بريشر يعني كل ما يبقى الفيبر بريشر بيعلى بسرعه يبقى البويلنج بوينت قليله انت طبعا ما فيش قدامك مقياس للبروجريس ريت بتاع الفيبر بريشر لكن انت بتاخده يعني كمرايه من ايه من قيمه البويلنج بوينت اللي هو مديها لك بتاع السوائل المختلفه فتيجي باصص كده السائل اللي البويلنج بوينت بتاعته اقل واحد فيهم يبقى معناه ان ده اخفهم يعني معناه ان الفيبر بريشر البروجريس ريت بتاعه عالي والعكس صحيح تمام تمام يا دكتور وصلت دي كده طيب هنا دي بقى كده عباره عن فيز دايجرام للميه اللي احنا كنا درسناه على فكرة مفروض زي ما احنا متعودين يا شباب ايه ورقة وقلم كده مع بعض انا على فكرة بعد ما نخلص ممكن انزل لكم الفايل ده على التيم برضو
بحيث ان ايوه يا ريت يا دكتور. ماشي حاضر. بس انا تعمدت ان في حاجات مجاوبها وفي حاجات تانية مش مجاوبها، يعني بجاوبها معاك كده في الفيديو علشان انت تبقى مصحصح معايا. فهو هنا مثلا بيجي في الفيز دايجرام ده بيقول لك البوينت بي يبقى اسمها ايه؟ البوينت بي ده يعني التريبل بوينت. طيب البوينت جي ات كولد، طبعا هو يقصد بالبوينت جي اللي هي تعتبر البروجكشن على التمبريتشر اكسس بتاع نقطه اطلع معاها كده راسي زي ما انا ماشي بالماوس كده، الاقيها البروجكشن بتاع نقطه الاي، نقطه الاي اللي هي على السوليد ليكويد لاين ايكوليبريم ما بين سوليد وليكويد في الاتموسفيريك بريشر. يبقى النقطه جي هي النورمال فريزنج او النورمال ميلتنج بوينت بتاع الميه. تمام يعني ليه يا دكتور؟ نعم ليه؟ ما مش ده المفروض سوليد وفيبر؟ لا، المساحات بتاعتك في الفيز دايجرام ايه؟ المساحه الشمال دي اللي انا بشاور عليها دي السوليد، هنا عندك الليكويد، هنا السوليد، هنا الليكويد، تحت المساحه اللي تحت دي هي الفيبر. طيب مش جي دي اللي هي بين السوليد والفيبر؟ مين جي؟ مش هي لا. بين ال... لا 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 لا، هو ما يقصدش كده. جي نقطة على التمبريتشر اكسس نفسه، يعني جي دي مش نقطة جوه الفيز دايجرام، ده جي دي النقطة على الفيز دي على التمبريتشر اكسس نفسه كقيمة درجة حرارة. يعني ان كانت تبقى زي ما انت بتقول ايه، لو انا كنت عملتها فوق شوية في المساحة الفاضية كنت تقول لي مثلا ده فيبر فيز مثلا. لا، ده هي نقطة على التمبريتشر اكسس. البروجيكشن بتاع ايه؟ البروجيكشن بتاع نقطة اي. فانا بشوف اي دي ايه واقول يعني بالضبط ما زيها، عارف برضو زيها ايه؟ نقطة اف. ها نقطة اف دي ان البروجيكشن بتاع نقطة السي. طب السي اكوليبريم ما بين ليكويد وفيبر، وفي نفس الوقت نقطة سي بيكون الفيبر بريشر عندها بتاع المية وصل لقيمة الاتموسفيريك بريشر، فبالتالي تبقى ايه؟ تبقى نقطة الاف بتمثل عندي النورمال بويلنج بوينت بتاعت المية. دكتور طب ما ينفعش تبقى ملتنج او لا صح؟ النورمال فريزنج او النورمال ميلتنج اللي هي ما بين السوليد والليكويد ايكوليبريم اندر الاتموسفيريك بريشر. التعريفات يا شباب بتاع النورمال فريزنج والنورمال بويلنج. حتى عايز ثاني يسال. الرسمه دي حضرتك جبتها لنا في الامتحان، مش هتكتب لي عليها على كل حته كده مثلا دي ليكويد دي فيبر دي كده سوليد؟ لا 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 يا حلو، مش هكتب لك. وخصوصا اذا انا اديتك في راس السؤال ان ده فيز دايجرام لحاجه معروفه انت درستها، يعني فيز دايجرام بتاع الميه مثلا. لا ما انت عارف بقى. انما افرض مثلا ان انا جبت لك فيز دايجرام بتاع حاجه غريبه وفيها شيء شاذ شويه عن الشكل المعتاد للفيز دايجرام، لا هقول لك الحته دي اسمها كذا، الحته دي اسمها كذا، واخد بالك كده؟ مش كل مره يا شباب. ماشي يا دكتور، بعد اذنك بس عندي سؤال في السؤال اللي فات، يعني عاوز اسال السؤال اللي فات بس نقلته بسرعه. انت كاتب حضرتك كنت كاتب في المحاضره ان البويلنج بوينت تتناسب عكسيا مع البروجريس بتاع الفيبر بريشر، وبعدين بتتناسب طرديا مع الضغط تقريبا، مع الاكسترنال بريشر، الضغط الخارجي، الضغط الخارجي المؤثر على السطح السائل من الخارج. خلي بالك في فرق. الاكسترنال بريشر ده البريشر اللي مؤثر على كل حاجه. لذلك احنا لما بنيجي نقول نورمال بويلنج بوينت، ليه بنقول كلمه نورمال؟ ما نقول بويلنج بوينت وخلاص. لا، بنقول نورمال بويلنج بوينت علشان كلمه نورمال دي تدي لك انطباع او تدي للقارئ انطباع ان الاكسترنال بريشر المؤثر على اسطح السوائل كلها هو الاتموسفيريك بريشر. يبقى النورمال بويلنج بوينت بتاعت الكحول
78 درجة مئوية، يبقى معناها إنها درجة الحرارة اللي الفيبر بريشر بتاع الكحول عندها وصل إن هو بقى مساوي للأتموسفيريك بريشر. يبقى بالتالي إيه؟ يبقى في علاقة طردية ما بين قيمة البويلينج بوينت والإكسترنال بريشر. افرض أنت ما بتتكلم، افرض أنت بتتكلم على أبنورمال بويلينج بوينت، درجة غليان غير طبيعية. درجة الغليان الغير طبيعية دي واللي ما بتحصلش عليها إلا معمليا بتجربة عملية، انت بقى بتوفر ظروف معينة في المعمل ان انت تخلي الضغط الخارجي المؤثر على سطح السائل يا اما اكبر يا اما اقل من الاتموسفيريك بريشر. كده بقى درجة الغليان ايه؟ تختلف. بس هتختلف ايه؟ هتختلف برضو بالزيادة لو انت زودت الاكسترنال بريشر ده، او بالنقص لو انت نقصته. ادي معنى العلاقة الطردية ما بين البويلينج بوينت والاكسترنال والاكسترنال بريشر. واخد بالك؟ معنى كده ان كل البويلينج بوينت اللي احنا بناخدها في الاكزامبلز دي طالما مش عند ال1 اتموسفيريك بريشر يبقى اب نورمال على طول. يعني لو هي درجه، يعني لو هي درجه غليان اب نورمال لازم هقول لك انها اب نورمال. لكن لو هي نورمال، كلمه نورمال دي ترن في ودني انها درجه الحراره اللي الفيبر بريشر بتاع السائل ده بقى مساوي للاتموسفيريك بريشر عندها، لان في الظروف النورمال الاكسترنال بريشر المؤثر على اسطح السوائل كلها هو الاتموسفيريك الضغط الجوي. تمام. بس طيب نرجع تاني يا شباب، بيقول لك الاي بي كيرف ده اسمه ايه؟ طبعا درسناه ان هو السبليميشن كيرف او الديبوزيشن كيرف، لأنه هو كيرف موجود ما بين مين ومين؟ ما بين السوليد والفيبر، ما بين السوليد والفيبر. يبقى دون الايه؟ السبليميشن او الديبوزيشن كيرف. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك عند 100 درجة مئوية الليكويد اند ايه ار ات ايكوليبريم اندر ايه؟ سؤال سهل قوي. عند 100 درجة مئوية اللي هي عند نقطة الاف، الليكويد والفيبر ار at equilibrium under الاتموسفيريك بريشر، اللي هو تقريبا يعني تقريبا الوصف بتاع النورمال بويلنج بوينت. تمام معايا كده؟ طب السؤال رقم 5 ده ظريف، ال ال فين؟ ال ال يا دكتور لو اتفضل حضرتك، السؤال مش ظاهر عندي، بيظهر غير 3 يعني، ده مشكله عندي في النت، اخرج وادخل تاني. عندك انت؟ لا بيتهيألي ظاهر قدام الناس كلها عادي. ايوه دكتور ظاهر لحد 6 يا دكتور. بالظبط. معلش اخرج كده بسرعه وادخل تاني. معايا الشباب؟ فيبقى دلوقتي الجمله رقم 4 دكتور دي معلش، هي بي كانت طلعت ايه؟ نعم بي كانت طلعت ايه عشان ما لحقتش اكتبها؟ الاي بي. ما هو بص يا باشمهندس، هو الاي بي ده زي ما احنا درسنا في الفيز دايجرام قبل كده. لا البي بس، البي بس، مش الاي بي، الاي بي عارفاها بس البي بس. نقطه بي، تعال نقطه بي اهي قدامنا اهي، التقاء الثلاث كيرفات مع بعض سميناها قبل كده ايه؟ التريبل بوينت. يعني بصوا يا شباب انا مش يعني ايه، مش هقول تاني، اهتموا بتعريفات شابتر 2. ها الكلام بيبان بين السطور والنصائح بتبان بين السطور، اهتموا بتعريفات شابتر 2. التريبل بوينت، البويلنج بوينت، الفريزنج بوينت، الكريتيكال بوينت، الحاجات دي كلها. التريبل بوينت هي نقطة البي اللي هي سبيسيفيك كونديشن جدا، يعني ظروف خاصة جدا من التمبريتشر والبريشر اللي عندها بيبقى في ايكوليبريم ما بين ايه؟ ما بين 3 ستيت او سوري ما بين 3 phases of matter، ما بين 3 أشكال مختلفة للماتر اللي عندي، واتكلمنا فيها بالتفصيل قبل كده 3 phases. فطبعا نقطة البي هي التريبل بوينت. طيب تعالى بقى كده لنمرة 5، شايف نقطة ال L وشايف نقطة ال M، هنا ده phase L وphase M. فهو هنا بيقول لك ال L phase is not dense than ال phase M. بالظبط الله ينور عليك. ال L phase هنا ايه؟ is less dense than ال phase M. ما احنا عارفين هو معنى السؤال ايه. بص
انا دلوقتي ال ده الفيز ده حالته ايه؟ سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ سوليد. اللي هو عن اللي هو في نقطة ال ده، ده مفروض ان ده ايه؟ ده مفروض ان ده ده مفروض ان ده سوليد، والام اللي موجود هنا دون ده مفروض ان هو ليكويد. طب وهو الفيز دياجرام بتاع مين يا شباب؟ ده الفيز دياجرام بتاع الميه، واحنا واخدين القصه دي وقلنا ان الميه ماشيه خلف خلاف مع بقيه المواد الثانيه، ان المور دنس فيز في الميه هو الليكويد، بدليل وممكن تيجي لي في الام سي كيو، بدليل ان السوليد ليكويد لاين زي ما انت شايف ماله شيفتد او سلانتنج تو ذا ليفت، واتكلمنا في الحته دي. ها اتكلمنا في الحته دي في شابتر ليكويد، السوليد ليكويد لاين طالما شفت شويه او فتح شويه كده ناحيه الشمال يبقى معناها ان الليكويد فيز هو المور دنس فيز، لان الفتحه شويه دي او التشفيته او الانكلينيشن شويه ناحيه الشمال ده بيبقى ها على حساب الوسط الاقل كثافه، يعني انا كاني خدت حته زياده من السوليد لحساب الليكويد. يبقى المور دنس فيز هنا مين؟ هي الليكويد ووتر. يبقى ادي اللي عايزه او اللي عايز يعرفه منك في السؤال ده، ده ال ده هيبقى ايس والام هتبقى ووتر، يبقى بالتالي الايس فيز از ليس دنس ذان الفيز ام او اللي هو هيكون الليكويد ووتر. طيب اخر سؤال عندنا، البي سي كيرف ده اللي انت شايفه ده end at A يعني بينتهي امتى؟ critical temperature. critical temperature. تمام. زي ما اتفقنا قبل كده يا شباب ما فيش حاجة ماشية الملا نهاية، كل حاجة ليها حدود وبتنتهي، فالكيرف ده نهايته الكريتيكال temperature، طبعا هي مش مرسومة على الكيرف ده، مش مرسومة بس يعني انا شايف ان هو فيجر بسيط جدا وبيسألك عليه أسئلة بسيطة، ممكن يجيب لك واحد مماثل له ويسألك برضو عليه شوية أسئلة كده على الفيس دياجرام بتاع السي او 2 مثلا، واخد بالك؟ أو أي حاجة تانية. ما أنا عرفت القواعد العامة، أنا عرفت أن النقطة اللي في الوسط دي تريبل بوينت، التقاء التلات كيرفات إيكوليبريم، عرفت أن لما يكون عندي نقطة فيها إيكوليبريم ما بين سوليد وليكويد قصاد الاتموسفيريك بريشر هتبقى هي دي النورمال فريزنج او النورمال ميلتنج بوينت، عرفت ان لما يبقى في نقطه إيكوليبريم ما بين الليكويد والفيبر قصاد الاتموسفيريك بريشر دي هيبقى مسقطها النورمال بويلنج بوينت بتاع الليكويد ده، وهكذا قواعد عامه. ماشي يا شباب. دكتور يا دكتور مشو. نعم نمبر 6 نمبر 6 مالها؟ البي سي كيرف بيقول لك البي سي كيرف ده اللي هو ايه؟ الفيبر بريشر كيرف، اللي هو انت مع زياده درجه الحراره الفيبر بريشر بتاع الميه بيزيد، هيتنوا يزيد لما لا نهايه؟ لا طبعا لازم له في النهايه بيقف، يقف عند ايه؟ عند اعلى درجه حراره ممكنه يحصل عندها على فيبر بريشر، او اعلى درجة حرارة ممكن ان اجد عندها بصعوبة ليكويد وفيبر ان ايكوليبريم، وده تعريف الكريتيكال تمبريتشر اللي خدناه قبل كده. بس تمام يا شباب. طيب دكتور تعال شو ها هو حضرتك كنت قلت ان تريبل بوينت بين ثلاثة فيزز مش ثلاثة ستيتس. لا ما انا رجع ما انا عدلت كلامي تاني وانا بقول ثلاثة فيزز مش ستيتس. تمام. طب ما هو اي ستيتس طبيعي ما هم تلاتة فيزز برضو يعني ما بالضبط كده. ما الكلام ده حاصل بالنسبة للمية ان التلاتة ستيتس هم تلاتة فيزز، لكن انا حتى ساعتها لما جيت شرحت الحتة دي هو بس يعني انا مش عارف اتوسع فيها شوية لان انت مش عارف الدياجرامز دي، وان كان على فكرة والله من حوالي 3-4 سنين سألنا السؤال بالمنظر ده، جبت فيز دياجرام مختلف خالص عن المية والسي او 2 مش فاكر كان لمادة ايه، وكان التريبل بوينت اللي موجودة فيه مش تريبل بوينت، كان الفيز دياجرام ده فيه اتنين تريبل بوينت. يعني ايه تريبل بوينت؟ نقطة التقاء ثلاث كيرفات،
نقطة التقاء ثلاث كيرفات. الثلاث كيرفات دول كانوا بيمثلوا مساحات ايه؟ كان المادة دي ليها شكلين مختلفين للسوليد ستيت، الكريستالينيتي بتاعتهم مختلفة عن بعض، فكان في تريبل بوينت فيهم عبارة عن تريبل بوينت ما بين فيز 1 سوليد، فيز 2 سوليد، وفيبر. ها يبقى دلوقتي اصبح اكوليبريم ما بين ايه؟ ما بين 3 فيزز، ومش بالضرورة ان يبقوا 3 فيزز 3 ستيتس مختلفين، لا ده طلع 2 سوليد مختلفين وفيبر، طلع 2 سوليد. كانت السلفة يا دكتور صح؟ نعم السلفة صح؟ السلفة، السلفر وغيره، السلفر في مواد كتير، السلفر يعني السلفر فيه 2 تريبل بوينت، السلفر فيه واحدة فيهم ما بين ما بين 2 ديفرنت فورمز من السوليد مع الفيبر. ايوه مش فاهم يعني ايه 2 ديفرنت فورم اوف سوليد يعني. هو لا ثواني استنى انا فاهمك الحته دي، هو ايه الفرق ما بين الفيز والستيت؟ الستيت ما فيش خلاف عليها، سوليد وليكويد وفيبر دي الستيت، ولو والثري ستيت لو موجودين عندك هم طبعا بالضروره 3 فيزز مختلفين، خلاص يبقى 3 فيزز بتساوي 3 ستيت هنا. لكن ما هو معنى الفيز؟ معنى الفيز ان انت يبقى عندك وسط معين او ميديم معين واضح جدا بالنسبه لك وبيتفصل عن ميديم اخر، يعني بيبقى ليه بوندري لاينز فاصلينه عن ميديم اخر. اديني مثال وسبق وقلته قبل كده، لو انا جبت كاس فيه ميه وزيت، ميه وزيت، هبص الاقي في الاول لو انا مسكته رجيته كده شويه هيبقى معكر، اول ما تسيبه كده يهدى مع نفسه هينفصل لطبقتين واضحين قدامك جدا بالعين المجردة، طبقة الزيت فوق وطبقة المية تحت. الله، طب ده هما الاثنين نفس الستيت اللي هي الليكويد، لكن ما تقدرش تقول عليهم وان فيز، لا ده شكلين او طبقتين واضحين جدا من بعض. يبقى انا عندي تو فيزز، فيز من الزيت فيز من المية، عندي تو فيزز وان ستيت. حضرتك بتقول في السلفر يعني نفس الاليمنت ازاي يبقى عنده تو فيزز بقى يعني سوليد وسوليد؟ بيبقى لا السلفر على حسب، يعني مش عايز ادخل في الموضوع ده قوي، لكن السلفر على حسب ظروف تكونه الجيولوجيه في الطبيعه ممكن بيتبلور في فصيلتين من فصائل البلوريه. طبعا احنا خدنا فكره سريعه عن الكريستال سيستمز من خلال اليونت سيلز اللي احنا درسناها، انت خدت الكيوبيك يونت سيستم بس دل عليك، او الكيوبيك سيستم، الكيوبيك كريستال سيستم. السلفر ممكن بيتبلور في حاجه اسمها الرومبو او الرومبك كريستال سيستم، وحاجه تانية اسمها المونوكلينيك كريستال سيستم، على حسب الظروف بتاعته في التكون في الطبيعة، شكل بلورات مختلفين عن بعض تماما. إذن في الحالة دي كريستالات قدامي شكلها مختلفة عن بعضها على الرغم من أن هم ستيت واحدة ألا وهي السوليد، لكن تو فيزز مختلفين. فهي الخلاصة أن التريبل بوينت في الفيز دياجرام تبقى إكوليبريم ما بين 3 فيزز، الثري فيزز دول قد يكونوا 3 ستيتس فعلا زي ما في حاله الميه كده والامور واضحه تماما، وقد يكونوا 3 فيزز مش شرط يكونوا 3 ستيتس مختلفين. تمام؟ طيب نشوف بقى مع بعض يا شباب المساله اللي جايه دي، مساله ظريفه كده، نشوف كده مع بعض. بيقول لك عندك جلاس فيزل الوزن بتاعه 40.1 جرام لما كان كلين دراي اند ايفاكيويتد، تمام، ومتفرغ. بيزن 138.2 جرام لما فيلد بالميه عند 25 درجه مئويه، ومدي لك الدنست بتاعه الميه كذا، هي تقريبا واحد يعني، بس خلاص انا هتعامل مع قيمه الدنست بتاع الميه اللي هو مديها لي. كويس قوي. وبيزن 40.2، هو مين ده اللي بيزن 40.2؟ الجلاس فيزل. اصحى للكلام، الجلاس فيزل لوحده 40 وحاجة، لما مليته بالمية بقى 138 وحاجة،
لما جيت طبعا فرغت منه الميه وحطيت فيه حاجه تانية اللي هي البروبيلين جاز، بقى وزنه 40.2 حلو جدا، عند بريشر 740.3 مليمتر مركري و24 درجه مئويه. ايه اللي عايزه بقى سيادتك؟ وات ذا مولر ماس اوف بروبيلين. مساله غريبه شويه ومختلفه، يمكن ما خدناهاش قبل كده، لكن انا هفترض ان انا جيت لقيت قدامك في الامتحان حاجه زي كده. انا سبق وقلت للناس تعمل ايه لما تلاقي حاجه بالمنظر ده. ابتدي من الاخر. يعني ايه ابتدي من الاخر؟ هو عايز المولر ماس بتاع البروبيلين. حلو قوي. طب والبروبيلين ده ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه البروبيلين ده غاز. طب وانا درست ايه بالنسبه للغازات؟ بس كده يبقى ده اللي هبتدي بيه. هقوم جاي كاتب كده. بص انا حتى كاتب لك اهو، اكتب الاول القانون اللي هتعوض فيه عشان تحصل على الاجابه. البروبيلين غاز، يبقى هتعوض في قانون الغازات بي في الفي ايكوال ان ار تي، بس تكتبه صح بقى. يبقى البريشر في الفوليوم بتاع البروبيلين هيساوي النقص اوف مولز بتاع البروبيلين في الار تي. دكتور صوت حضرتك سبق الصورة جدا. كل دي عيوب نت بقى، ما انا مش عارف يعني احاول ايه. لا انا عندي احاول كده. طيب انا معرفش احاول ابطأ الكلام يعني. طيب يعني طب الناس كلها سمعت المسألة معايا، المسألة نفسها. اسمع المثال. انا دكتور. ايوه دكتور. حلو جدا. انا كان عندي جلاس فيسل فاضي وزنه 40.1، لما حطيت فيه ميه بقى 138 وشويه، لما فضيته من الميه وحطيت فيه الغاز اللي اسمه البروبيلين ده بقى 40.2. كويس قوي القياسات دي كلها. هو عايز ايه من الشغلانه دي في الاخر؟ عايز المولر ماس بتاعت البروبيلين. كويس، البروبيلين غاز، يبقى زي ما انا كاتب قدامك كده انت مش هتعرف تتعامل معاه الا من خلال القانون العام بي في الفي ايكوال ان ار تي، بس تكتب القانون صح، يعني تعرف المعلومات اللي فيه صح. البريشر في الفوليوم بتاع غاز البروبيلين equal the number of moles بتاعت البروبيلين في الار في التي. كلام جميل. يبقى البريشر في الفوليوم بتاع البروبيلين هيساوي بقى ايه؟ ما انت عارف ان النمبر اوف مولز بتساوي الماس على المولر ماس، يبقى هتساوي الماس بتاع البروبيلين على المولر ماس اللي انا عايزها في الار تي. حلو جدا. طيب يبقى انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ انا عايز اجيب حاجتين. عايز اجيب الفوليوم بتاع غاز البروبيلين في الكونتينر اللي عندي، وعايز اجيب الماس بتاعته، عشان لما يبقوا دول معروفين يبقى مش فاضل الا المولر ماس هي اللي اجيبها. طيب الفوليوم اوف ذا جاز، ها يبقى الماس هو ايه؟ على الدنسيتي بتاعته. الفوليوم بتاع الغاز هو ايه؟ هو الفوليوم بتاع الكونتينر. معايا يا شباب؟ الفوليوم بتاع الغاز تخدم المايه بالدنس بتاعتها. الاول هتعمل ايه؟ اسمعني، الاول هتعمل ايه؟ انت طبعا من السهل بالنسبه لك ان انت تجيب الماس بتاعه المايه. ادي دي الماس بتاع الكونتينر بالميه، وده الماس بتاع الكونتينر فاضي. حلو كده. يبقى انت كده جبت الماس بتاع المايه 98 جرام وشويه. حلو كده. حلو. يبقى ومديلك زي ما بعضكم قال، مديلك الدنست بتاع المية، وانا عندي الماس جبتها. ايوة. يبقى هعمل ايه؟ يبقى اقدر اجيب الفوليوم بتاع الووتر. تمام؟ الفوليوم بتاع الووتر اللي هو هيبقى ايه؟ الفوليوم بتاع الفيزل نفسه. هو انت خلي بالك، هو انت عارف من المعلومات اللي هو مديهالك دي، انت عارف الفوليوم بتاع الفيزل نفسه؟ لا انت ما انتش عارفه. انت عارف الماسد او يعني بيدي لك معلومات عن الماسد للحاجه اللي موجوده جواه، والماس بتاعته هو نفسه. لا انا عايز الفوليوم بقى، ما علشان كده لما انا جبت الماس
الماس تتقسم على الدنسيتي تديني الفوليوم. وانا عارف ان الفوليوم بتاع الليكويد هو فوليوم الكونتينر اللي بيحتويه. يعني ال 98.4 ملي ديا لو هقسم على 1000 عشان تبقى باللتر يبقى هو ده فوليوم الووتر اللي هو فوليوم الفيزل اللي هو فوليوم الغاز. لقطناها دي؟ لقطنا الحته دي يا شباب؟ تمام. انا عندي الماء يعني يا دكتور حجم المية هو حجم الغاز؟ حجم المية هو حجم الغاز ليه؟ هو حجم الكونتينر. لان معلومة بسيطة قوي يا شباب مفروض ان احنا نبقى عارفينها، ان سواء السوائل او الغازات هي عبارة عن انها بتتشكل بشكل الاناء اللي هي فيه. فانت لو حطيت المية في فيزل معين بقى حجم المية هو حجم الفيزل. طب لو شلت المية خالص وحطيت غاز، ما هو الفوليوم اوف ذا غاز هو الفوليوم بتاع الكونتينر. ودي اول معلومه قلناها في الفوليوم بتاع الجاز في البدايه خالص. طبعا طالما انا في الظروف العاديه من الضغط ودرجه الحراره يبقى شوف الحته جايه ازاي. انت عندك الماس بتاع الكونتينر ده وهو فيه ميه، والماس بتاعته وهو فاضي، فطرحت جبت ماس الميه وهو مدي لك في المساله جيفن الدنسيتي بتاع الميه، ومنت قسمت على الدنسيتي فجبت الفوليوم. بقى فوليوم المية دون هو عبارة عن ايه؟ فوليوم الفيزل او فوليوم الكونتينر، وهو في نفس الوقت فوليوم الغاز. يعني فيما لو ان انا تصورت ان انا شلت المية وحطيت الغاز، الغاز هيشغل حجم الكونتينر كله اللي هو نفس الحجم ده. طب والماس بتاعت الغاز؟ لا دي سهلة، هو كان مدي لك الماس بتاع الكونتينر لوحده فاضية وادي الماس بتاعته بالغاز. تمام؟ اهو يبقى هطرح اهو، يبقى الماس بتاعت الجاز اللي هي 0.1 جرام دي. حلو جدا. وارجع اطبق بقى في القانون دي في الفي ايكوال ان ار تي. هو طبعا مدي لك البريشر بالمليمتر ميركوري قسمت انا على 760 في الفوليوم. في الفوليوم اهو بتاع الكونتينر اللي جبناه من الخطوه اللي فوق. تمام. يساوي ال N R T. ال N اللي هي الماس على المولر ماس، ادي الماس على المولر ماس اللي انا عايزها في الار الصغيرة في T. اخلص الكلام ده تطلع المولر ماس بتاع البروبيلين غاز هتطلع 42.1 جرام بير مول، اللي هي طبعا دي تقريبيا 42، مفيش كسور، يعني مفيش كسور في المولر ماس بتاعة العناصر. البروبيلين دون كربون وهيدروجين C3H6، فيبقى ب 42 يبقى ب 42 جرام بير مول. فهمنا يا جماعه المساله دي؟ اكتب كده، اكتب لنفسي كده واكتب القانون كده في الاول اللي انا عايز اعوض فيه. كتبت ال في ال في ايكوال ان ار تي للغاز. طيب انا عايز اجيب المولر ماس، يبقى علشان اجيب مولر ماس لازم في حاجتين اجيبهم، الماس بتاعه الغاز، ودي سهله لان هو مدين الماس بتاع الكونتينر مع الغاز والماس بتاع الكونتينر لوحده. طب يبقى فاضل الفوليوم، الفوليوم بتاع الغاز الا وهو فوليوم الكونتينر. ابتدي ادور بقى هجيب فوليوم الكونتينر ازاي. يبقى من خلال اللي انا عملته باستخدام الميه. اتفهمت كده يا شباب المسألة دي؟ وصلت يا دكتور. تمام. يعني بنشوف أفكار عشان ايه نفتح الدنيا شوية. طيب هنا بقى دي مسألة على ايه؟ دي مسألة على جرهامز لو اوف افيوجن، وطبعا دي مشهورة جدا. بيقول لك ايه؟ عندك غاز ما مش عارفينه بياخد 192 سكند تو افيوز علشان يعمل الافيوجن خلال ايه؟ جدار فيه مسامي او حاجه زي كده، و84 سكند فور ذا سيم فوليوم اوف نيتروجين جاز. 84 سكند فور ذا سيم
فوليوم من النيتروجين جاز علشان يعمل الافيوجن من خلال نفس البورس ميديوم وطبعا عند نفس درجه الحراره والبريشر. What is the molar mass of the unknown gas X؟ طبعا المسألة دي مشابهة جدا للمسائل اللي جات لنا في الأسايمنت قبل كده وكنا بنجيبها، لكن شوف برضو بنفرطها ازاي. انا بحب اعملها كده، بص كده معايا، انا هفترض ان الغاز ده X، الريت اوف افيوجن بتاعه R X، بيعمل الافيوجن ده في تايم تي 1 اللي هو كم يا عم؟ اللي هو 192 سكن. حلو جدا. في المقابل النيتروجين الريت اوف افيوجن بتاعه ار ان 2، بيعمل الافيوجن في زمن تي 2 اللي هو كام؟ 84 ثانيه. قلنا احنا ايه بالنسبه للافيوجن؟ العلاقه عكسيه ما بين الريت اوف افيوجن والتايم اوف افيوجن. يعني لما اجي اقول ار اكس على ار نيتروجين تساوي تي 2 على تي 1، تساوي تي 2 على تي 1، يعني 84 على 192 يعني 4 من 10 تقريبا. انت فاهم معنى السطر ده؟ السطر ده بيقول لك ايه؟ ان معدل انتشار الغاز اكس 4 من 10 مره قد معدل انتشار غاز النيتروجين. يبقى يا ترى مين فيهم الاتقال، الاكس ولا النيتروجين؟ الاكس عشان الاكس كده. ما انا لازم ايه، ما انا لازم امرر الشغل على دماغي وانا بحل. وهل الكلام ده فعلا صح؟ صح، بدليل ان التايم اوف افيوجن بتاع الاكس اكتر بكتير من بتاع النيتروجين. يبقى انا متوقع ان مفروض الاكس تطلع المولر ماس بتاعته اكتر من النيتروجين. ارجع اقول بقى ان الار اكس على ار نيتروجين اللي هي بتساوي 43% دي، اطبق جرهام بقى، بتساوي جذر المولر ماس بتاع النيتروجين على الام اكس، يعني ال 43% بتساوي جذر ال 28 على ام اكس، اربع الطرفين. طلعت الام اكس بكام فعلا؟ 146.5 جرام، 146.5 جرام. تمام، يبقى واضح جدا ان هي ان هذا الغاز اتقل بكتير من غاز النيتروجين. في مشكله كده يا شباب في المساله دي؟ عايزك المساله اللي يبقى فيها بالنسبه لجرهامز لو اوف افيوجن فيها عمليه التايم دي او مربوطه بالتايم، تعملها بالمنظر ده، تفرطها كده لنفسك قدامك، الغاز كذا يبقى الريت كذا يبقى في تايم تي 1، الثاني يبقى في تايم تي 2، معدل الافيوجن بتاع ده على ده يبقى تي 2 على تي 1، علاقه عكسيه على طول مع الزمن، وبعدين اطبق جرهام. ماشي يا شباب؟ يا دكتور لو سمحت، اتفضل. هو ليه في المولر ماس بتاعه النيتروجين كتبنا 28 مش 14؟ لا، ما هو النيتروجين N2، هو N2 بس مش انا بجيب اللي هي للاتوم الواحد. لا 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 لا, لا. لا, لا. المولر ماس، المولر ماس السميشن، السميشن اوف اتوميك ماسز للموليكل كله. للموليكل كله، واخد بالك؟ وانت بقى عارف ان في بعض المواد الموليكل بتاعها ممكن يبقى مونو اتوميك او ممكن داي اتوميك، يعني كل الاكتيف، كل الاكتيف جاسز، نيتروجين، كلورين، اكسجين، كلهم A2، N2، Cl2، O2، H2. لكن مثلا عندك اللي هي النوبل جاسز، النيون هو مونو اتوميك، النيون الاتوميك ماس بتاعته 20، يبقى لو النيون موجود في مساله هعوض بال20 بس. هو النيون اتوم واحدة، الهيليوم، الأرجون، الكريبتون، واخد بالك؟ كلهم بيبقوا مونو أتوميك. تمام، شكرا جدا. ماشي يا شباب؟ دكتور ها، طب ايه الفرق بين الام الكبيرة وام الصغيرة؟ الام الكبيرة دايما بترمز للمولر ماس بتاع الحاجة، اللي هو الموليكولار ماس او الموليكولار ويت ايه بتاع الحاجة دي. انما الماس صغيره دي اي ماس انت بتجيبها، يعني مثلا لما اجي اقول ايه الام كابيتال، بما معناه المولر ماس بتاعه النيتروجين 28،
لكن لو انا جيت قلت لك انت عندك كونتينر، عندك كونتينر فيه 10 جرام من النيتروجين، يا ترى يطلعوا كم مول؟ فهتيجي ايه؟ يبقى النمبر اوف مول ده هيتساوي 10 على 28. طب هو في الجرام لو كان حضرتك يو اي ويو يعني يو عامه، اليو ده بيرمز ليه؟ لا اليو ده، اليو ده احنا كنا بنتكلم عليه في 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 الاثبات بتاع جرهام دلو نفسه، اللي هو كان عباره عن الافريج موليكولار سبيد، اللي هو متوسط سرعه الجزيئات. والكلام ده بيكون زي ما اتفقنا قبل كده ان ده سكيلر كوانتيتي، كميه قياسيه. اليو هي تقدر تقيسها للجزيئات بتاعتك زي ما انت عايز، طالما هي لسه جوه الكونتينر، طالما هي لسه جوه الكونتينر. جاست ان انت بس بقى مش بحت... مش بحتاجها كجيفن. لا 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 انا ما بت... لا انا ما بجيبلكش مسائل فيها اليو خالص، لا احنا بنتعامل ريت. تمام. طب ريت الفيوجن عندنا ولا الفيوجن بس؟ الايه الديفيوجن؟ لا الديفيوجن مش عليك، الديفيوجن اللي هو انتشار حاجتين في بعض ده لا مش عليك. طب هو انا دكتور لو انا كنت من اول كتبت المساله دي تي 2 اوفر تي 1 ايكوال روت ام ان 2 على ام اكس، بدل ما او ما اكتبش حته الريت دي. بص لا بص بص يا شباب، انا انا عايزكم بس تاخدوا بالكم من حاجه، انا بحب اعمل المساله بالتفصيل قوي علشان في طالب بيبقى مقلق وخايف انه يغلط فبيمشي واحدة واحدة، مش عيب. وفي واحد تاني زي ما انت بتقول لقيتها على طول، في واحد لقيتها على طول يشتغل على طول. حذر حلو برضه يا ايه؟ لا يعني ايه؟ يعني كل واحد يمشي بالاسلوب اللي هو عايزه، المهم ان انا بس يعني اختار الاجابة الصح. خلي بالك الام تي كيو في نقطة خطيرة، انا ما بشوفكش انت اشتغلت ازاي، انا ليا الاختيار اللي انت اخترته، اخترت صح خلاص. يعني مش زي زمان لما كنت يعني مثلا انا لو جايب المساله دي في امتحان عادي و... وانت جيت لخبطت كده في الوسط اقوم جاي مدي لك درجه على القانون مش عارف ايه، لا ما بقاش في الكلام ده خلاص. فانا لازم اخد بالي كويس قوي قبل ما ايه، قبل ما اختار الفاينل انسر اللي قدامي. طيب هنا برضو دي مسألة كويسة بقى، بس أنا شايف إنها سهلة جدا. طب دكتور نعم دكتور أيوة أنا عاوز أسأل بس وأعتقد غريب شوية، الحاجات اللي أنا ممكن أعملها علاقة مع الام دايركت مع الام، الار والتي وإيه تاني دايركت مع الام؟ إيه الام اللي هي كابتل المولر مات يعني ولا إيه؟ المولر ماس تعملها علاقة طردية مع ايه؟ لا عامه ايه افكار المسائل ممكن مثلا تيجي الار وتيجي التي وتيجي ايه تاني عشان في كذا حاجة كده وانا بطلع. لا ثواني. ايوه بالنسبة لجرهام يعني، بالنسبة لجرهام ما هو ممكن يبقى الار وممكن يبقى التي وممكن تبقى الدينستي. خلي بالك برضو الدينستي علاقة عكسية، يعني مثلا لو انت جيت قلت مثلا هفترض ان الغازين واحد واثنين، يبقى ار واحد على ار اثنين هتساوي ايه؟ هتساوي جذر او هتساوي دي اثنين على دي واحد. واخد بالك برضو العلاقة عكسية مع الدينستي، لان كل ما الدينستي بتاعت الغاز كبرت هيبقى الريت اوف فيوجن بتاعه بطيء، والعكس صحيح. يبقى انت في عندك مع المولر ماس، في عندك مع التايم، في عندك مع الدينستي، وكلهم علاقات عكسية، وكلهم علاقات عكسية مع الريت. تمام. طيب تعال بقى نشوف المسألة دي. بيقول لك انت عندك 0.1 مول من الهيليوم جاز في درجة حرارة 25 سلندر 1.02 لتر، إذا البريشر ده is released ل 1.2 أتموسفير، احسب المينيمم والماكسيمم وورك. يعني هو عايز المينيمم والماكسيمم وورك in joules that's associated with the gas expansion at constant temperature.
ومدي لك الافيلابل فاليوز بتاعه الار. المساله في حد ذاتها تعتبر يعني لو انا جبتها في الامتحان تعتبر هديه للطالب، لان ما فيهاش لف ولا دوران. ده انا بقول لك ان الغاز ده بيعمل اكسبانشن، طب القوانين اللي انت خدتها احسب لي مره المينيمم ومره الماكسيمم وورك، يبقى هتطبق مره القانون بتاع ريفرسابل اكسبانشن الورك ان كيس اوف ريفرسابل اكسبانشن، والمره الثانيه في ايه في الريفرسابل. بس هو هنا انت تلاحظ حاجه، هو مدي لك قيمه البريشر الصغيره، بيقول لك ان البريشر ده if the pressure released ل 1.2 اتموسفير يبقى ده البي فاينل. جست بس ان انت محتاج تجيب مين البي انيشال اللي كان موجود جوه السلندر تمام في بدايه التجربه. فسيادتك هتيجي قايل ايه؟ البي انيشال في الفي ايكوال ان ار تي، البي انيشال في الفي اللي هو الفوليوم بتاع السلندر هيساوي الان هو مديها لك اهي في الار الصغيره في التي، يطلع البي انيشال ايه 2.3. يبقى الورك الماكسيمم اللي هو ريفرسابل ال 2.3 ان ار تي لوج. لوج ايه بقى؟ ها الكبير على الصغير، لوج البي انيشال على البي فاينل، يبقى 2.3 في الان اللي هي الواحد من عشرة في الار الكبيره في التمبريتشر لوج بي انيشال على بي فاينل، يطلع الورك الماكسيمم 170.2 جول. تمام، هتطبق بعد اذنك يا دكتور. برضه قول ممكن عشان برضو اتلخبطت فيها شويه، ممكن تقول الحاجات اللي بستخدم فيها الار الصغيره والار الكبيره تاني بسرعه كده؟ بص يا شباب، الار الصغيره، الار الصغيره بس عشان نجيب من الاخر، الار الصغيره ما بتستخدمش الا في القانون العام للغازات نفسه. في حاله ايه؟ في حاله ما اذا كان البريشر بالاتموسفير والفوليوم باللتر بس. هتلاحظ بعد كده ان احنا استعملنا الار في قوانين تانية كتير زي قوانين الشغل دي وزي كليبرون اكويشن. ساعتها كنت دايما بقول لك ايه؟ استخدم الار الكبيره. يبقى في قوانين الشغل وفي قانون كليبرون لازم استخدم الار الكبيره بس، يعني ده باختصار خلصت الموضوع. الى جانب طبعا ان انت هتستخدم الار الكبيره في القانون العام نفسه الجنرال جاس لو، لو البريشر بالباسكال والفوليوم بالمتر كيوب، يعني دي قصه برضو ايه معروفه اللي كان بيتكلم. قول حضرتك يا مستر، حضرتك يا دكتور كنت بتقول لنا، كنت قلت قبل كده ان احنا لو هو ما حددش في المساله هي الريفرسابل ولا ريفرسابل بشتغل ان هي ريفرسابل صح؟ لو ما حددش لا هو لازم، هو لازم يدي لك في المساله اي اشاره لنوع الشغل اللي انت هتجيبه. يعني مثلا لو ريفرسابل، لو ريفرسابل هاجي اقول لك ايه؟ زي مثلا انا مثلا عايزك تجيب هنا اهو الماكسيمم ورك مثلا في المطلوب ده، انا عارف ان كده ريفرسابل، ريفرسابل. او اجي اقول لك ايه؟ لازم اقول لك ان البريشر جراديوالي ديكريز. يبقى انا ما بستعملش القانون بتاع الورك في حاله ريفرسابل الا غالبا الا في الكلمتين دول. يا اما انا لازم اقول لك صراحه في المساله كالكيوليت الماكسيمم ورك دون، يا اما هقول لك ايه؟ ان البريشر جراديوال ديكريز. غير الكلمتين دول، ده اللي انا قلته قبل كده، غير الكلمتين، يبقى انا فهمت العكس. غير الكلمتين دول بنسبه 99% لو انا ما جبتش سيره الكلمتين دول خالص في المساله، يبقى بنسبه 99% المساله الريفرسبل. تمام، شكرا. هو هنا في المساله دي، في المساله دي مفيش اللف والدوران ده خالص. ده هو مجرد ان هو بيقول لك طبق القوانين. طب ما حضرتك يا دكتور بيتقال عايزين المينيمم ورك وبنطبق قانون الريفرسابل، بس لما بتعمل له كومبريز. لا برضو انا قلت في الحته دي، قلت في حته الكومبريشن، في حته الكومبريشن مبدئيا كده ان الورك دان
on the gas مش by the gas. وبالتالي وبالتالي كمان يعني لفظ الورك نفسه حتى لو انا هقول مينيمم وورك، لو انا هقول مينيمم وورك فده اللي هو بيبقى مبذول بواسطه السراوند مش بواسطه الغاز خالص. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا مفروض ان انت من خلال الارقام اللي في المساله بتعرف اذا كنت انت في كومبريشن ولا في اكسبانشن. يعني انت هنا بيقول لك مثلا ايه احسب لي المينيمم والماكسيمم ديورنج الجاس اكسبانشن، او يجيب لك مثلا قيمه بريشر كانت كبيره وبعدين قلت، يبقى ده بيتضح بالنسبه لي ان ده اكسبانشن مش كومبريشن. تمام تمام يا دكتور. انا كنت بسال معلش عشان النت قطع، في الارض الصغيره والارض الكبيره، يبقى الارض الصغيره ماشي اللي في القانون العام للغازات بس صح؟ الار الكبيره، الار الكبيره في قوانين الشغل ده هي الورك اللي قدامنا دي، وفي كليبرون ايكويشن اللي خدناها في شابتر الليكويد برضو الار، بستخدم الار الكبيره. تمام. طيب انت دلوقتي كده دكتور عندي سؤال. اتفضل. هو ساعات بيبقى في المسألة مثلا يقول expansion of compression، فهو بيبقى دلوقتي استخدم ايه يعني؟ هو ساعات استني بس، لا مفيش حاجة اسمها يعني ايه expansion of compression. هي ما بتجيش، لا اكيد هو هي ما بتجيش على بعضها، بس هي بتيجي يعني اللفظين بيبقوا مذكورين في المسألة ككل، يعني كعامة بيبقى فيها الكلمتين دول مع بعض. لا يمكن، هي جت مرة تقريبا في الاسايمنت او حاجة كنت شفتها كمسألة. لا اقول لك المسألة كان فيها ايه، واللفظ ده انا اعترضت عليه كتير، ولما جيت انا يعني جبت مسائل الناس في اسايمنت شلت الكلمة دي، قال لك كالكيوليت الورك ذات ماست بي اكسبندد. بالظبط كانت موجودة كده، كلمة اكسبند مش اكسباند. اكسبندد دي يعني فيرب في الانجليش زي دان، بس ما يعني ما كانش له لازم خالص ان انا اجيبه في المساله دي عشان الناس فعلا ما تتلخبطش ما بين اللفظ بتاع اكسبند واكسباند. ارجعي بقى للمساله. هي كانت كده. هي كانت كده تمام. اكسبندد يعني دان، مش بمعنى الاكسبانشن او التمدد. معلش هو لفظ غريب شويه، ومفروض ان هو ما كانش حبك يعني ان هو يجي في المسألة دي يلخبط الناس، لكن طبعا لا يمكن الحاجتين في نفس المسألة. ايوه اتفضل. انا في بس عندي مشكلة في اللي هو موضوع الكومبريجن ده. الكومبريجن دي ما اعرفش استخدم يعني اني قانون، القانون بتاع NRT لن في فاينل على في انيشيال، ولا القانون بتاع الاريفيرسبل. انا سبق وقلت المحفوظة دي ساعتها في الشرح للناس كلها، وقلت يا جماعة انا لو جبت لك مساله كومبريشن هجيب لك الداتا فيها بصوره معينه انا مظبطها، بحيث ان انت مش هتعرف تستخدم الا قانون واحد، ما فيش عندك اختيارات. وهو في الغالب بيبقى القانون بتاع W بيساوي ماينس 2.3 NRT log V final على V initial. وطبعا في الحاله دي V final هيبقى هو الصغير after compression بعد الانضغاط، فالمقدار بتاع اللوج ده هيطلع بالنيجاتيف، نيجاتيف مع النيجاتيف اللي في القانون في الاول يطلع الورك بالبوزيتيف عادي. يعني ما تقلقش من الحته دي، يعني انا مش هجيب لك في مسائل الكومبريشن خالص حته ريفرسبل وايرفرسبل دي، شيل دماغك من الحته دي وما تلخفنش نفسك فيها خالص. حته ريفرسبل وايرفرسبل دي مش هجيبها لك الا في الاكسبانشن بس. تمام. طيب نرجع لمسألتنا تاني. انت كده دلوقتي جبت الـ W الماكسيمم عادي ريفيرسبل. القانون بتاع الـ irreversible كان ايه؟ W بتساوي NRT في 1 ماينس الـ B final على الـ B initial. W بتساوي NRT في 1 ماينس الـ B final على الـ B initial. ادي الـ B final اللي هو الصغير الـ 1.2 على الـ B initial، يطلع الـ W المينيمم 123 شوية. كان ممكن يزود لك على المسألة دي يقول لك and comment على النتائج، فهاجي أقول له طبعا واضح إيه؟ إن الماكسيمم ورك دان أو confirm
على ان الماكسيمم ورك دان، تاكيد على ان الماكسيمم ورك دان ديورنج ذا ريفرسبل اكسبانشن. فيعني انا شايف ان دي كان كمساله من مسائل الورك سهله جدا يعني. طب دكتور بعد اذنك في الاسئله بتاعت الغازات لما بيقول لي اتسرب لفيو مينتس، مش المفروض ده ريفرسبل؟ لا هو لا، بص يا جماعه برضو، وبرضو انا اتناقشت معاكم في الحته دي قبل كده. انت دلوقتي بتدور على ايه في الحاله اللي زي دي؟ انت بتدور على دراسه الاكسبانشن والتمدد اللي بيحصل لغاز كان واقع تحت انضغاط، ولا بتدور على افيوجن تسرب او انتشار غاز؟ ما انت لازم تحدد نفسك. لا انا ماليش دعوه بقصه التسرب او الانتشار الغازي دي خالص، انا بدور على حاله اكسبانشن بتحصل للغاز. فحاله الاكسبانشن اللي بتحصل للغاز هنا ايه؟ ان انا لما فتحت الصمام بتاع اسطوانه الاكسجين المضغوط ديا، اول ما بتفتح تقوم جايه عامله كده الصوت الفظيع ده، معناه ان الاكسجين جوه كان مضغوط جدا، ففي شويه هربوا بسرعه قوي، يبقى السادن ديكريز حصل في البريشر من اللي كان جوه، والشويه اللي هربوا دول هربوا على الاتموسفيريك بريشر. فبالتاكيد طبعا دي حاله الريفرسبل اكسبانشن. انا ما بتكلمش هنا بقى العمليه دي استغرقت ثانيه ولا 10 ساعات. اصل ممكن واحد يجي يقول لك ايه، لا يا سيدي انا ما فتحتش الصمام وهربت شويه وقفلت تاني، لا هي البتاعه مقفوله وزي الفل لكن اتخرمت وخرم صغير كده. طب مش كده ده تسرب؟ ما حلو جدا، ما هتيجي انت تقول لي ايه، الله طب ما ده تسرب بقى وهتاخد وقت وبتاع على ما تفضى برضه. انت كده رجعت تاني للإفيوجن. لا انا ما بتكلمش على الإفيوجن، انا بتكلم على حالة الإكسبانشن، الغاز خارج على الاتموسفيريك بريشر من الجو اللي كان مضغوط فيه جوه. كل مجموعة خارجة، كل مجموعة خارجة، مش شرط بقى خدت وقت قد ايه، ساعتين ولا خمس ايام، هو الريفرسبل اكسبانشن. امتى بقى تبقى العملية خلصانة؟ اما اجي اقيس الضغط جوه في الاسطوانة الاقيه زي اللي بره، يبقى ساعتها مفيش غاز جوه، ساعتها خلاص ما بقاش فيه غاز جوه، كله اتسرب وكله خرج. يبقى ايه؟ يبقى هو ده الوصف بتاع الاكسبانشن، من بريشر ايه لبريشر ايه. تمام؟ لو البريشر بره قد البريشر جوه يبقى ده ريفرسبل على طول. لو البريشر لا، لو البريشر بره بريشر اوف اسيتون عند درجه 32 درجه مئويه، ايه ممكن يبقى قانون ايه اللي انت تستخدمه؟ قانون الدينس يا دكتور، ونحط فيه قانون اللي هو الغازات. الله ينور عليك. ليه بقى؟ لان هو بيقول لي دينس اوف اسيتون ايه، فيبر، يعني انت في حاله غازيه. وانا زمان في اول ما كنا بناخد الغازات قلت لك وجبت لك مساله، قلت لك ازاي تعبر عن الدنس بتاع الغاز بدلاله الجنرال جاس لو. هو ده اللي انا هعمله هنا دلوقتي اهو. انا عارف ان الرو او الدي بتساوي ام على في، اللي هي الكثافه يعني،
عوض بقى عن الام سمول وعوض عن الفي من القانون العام، يبقى ان سمول في ام كابيتال على ان ار تي على بي، اللي هي ايه؟ ام كابيتال بي على ار تي. وساعتها انا قلت لك في المساله دي ده بقى قانون خلاص يتحفظ لو انت ما انتش عايز تستنتجه كل مره. الدنس بتاعت الغاز بتساوي المولر ماس في البريشر على الار في التي. تمام، حلو جدا. هو عايز ايه؟ هو عايز البريشر، خلاص خليه في طرف لوحده. تمام، هتبقى الدنس في الار في التي على المولر ماس. طبعا هو هنا ناقص في المساله عشان بس تبقى المساله كامله، بس انا نسيت احطها. يدي لك الاتوميك ماس بتاع العناصر عشان تعرف تحسب المولر ماس بتاع الاسيتون ده. تمام، لما تحسبه يطلع ب 58. يبقى البريشر هيبقى ايه؟ ادي الدنس بتاعتنا اهي جيفن، حطها هنا جرام لكل لتر او لتر ماينس 1، فبالتالي تبقى الار الصغيره اصحى 82 من 1000. تمام، في التمبريتشر كلفن على المولر ماس، هي خطوه واحده تعويض. يبقى الفيبر بريشر طلع بكذا اتموسفير. بس خلصت المساله. هي دكتور استاذنك في عاده بس للمساله ايه امكاني تاني المساله تاني. المساله هو عباره عن ان هو عايز يجيب قيمه الفيبر بريشر بتاع الاسيتون. طيب وهو مديني ايه في المساله؟ مديني الدنستي بتاعه الاسيتون فيبر، يعني حاله غازيه. سبق في شابتر الغازات من ضمن افكار المسائل اللي احنا كنا بناخدها، قلنا ايه؟ قلنا ازاي تقدر تعبر عن الدنس بتاعه الجاز بدلاله الجنرال جاس لو. انا عارف ان الدنس ماس على فوليوم، طب انا نفترض ان انا مش افيلابل عندي او مش متاح عندي الماس بتاعه الغاز قد ايه، مش موجوده ولا الفوليوم مثلا. طب اعمل ايه؟ اتحايل على الموقف ده باستخدام الجنرال جاس لو، او زي ما انا عامل في الحته اللي فوق دي اللي هو السطر الاولاني. وطبعا السطر الاولاني الاثبات الصغير ده سبق انا جبته، ارجع للفايل بتاع الغازات بتاع اول محاضره يمكن. اهو الام سمول، ما انت عارف ان النمبر اوف مولز بتساوي ام سمول على ام كابيتال، الماس على المولر ماس. يبقى الماس الصغيره تساوي ايه؟ النمبر اوف مولز في الام كابيتال، والفي من الجنرال جاس لو تساوي ايه؟ ان ار تي على بي. عدل القانون بقى، يبقى الام كابيتال بي على ار تي. وهو مديني في المساله جيفن الدنسيتي خلاص، وعايز مين؟ وعايز الفيبر بريشر، يعني عايزين البي. اخلي البي في طرف لوحدها، يبقى البي هتساوي الدنسيتي في الار في التي على الام كابيتال، وعوض. بس مساله برضو مباشره وبسيطه يعني. انا تمام فاهم كل حاجه، بس انا يعني الدينستي كنت دايما بخلاف الفيبور اللي يعني المولر ماس على الفوليوم اوف 1 مول عشان اجيب الدينستي بتاعت الفيبور، انما هنا يعني جبناها اللي هي ماس على الفوليوم، الماس كلها على الفوليوم كله. تمام كده الماس كلها. لا خلي بالك، انت دلوقتي ايه هي الداتا اللي موجوده عندك في المساله؟ الداتا اللي موجوده عندك في المساله الدنستي، تمام، ودرجه الحراره. ولو انا هدي لك في المساله طبعا جيفن الاتوميك ماسز، فانت هتقدر تجيب المولر ماس بتاع الاسيتون. يبقى هي دي الحاجات اللي متوفره ليك فقط. تمام، وطبعا الار ده هيبقى من الثوابت اللي موجوده في الامتحان. طيب انا اقدر اجيب الفيبر بريشر ازاي غير بكده؟ وانا ما اقدرش اجيبه غير بكده، ما اقدرش اجيب الفيبر بريشر بالبي في الفي ايكوال ان ار تي صراحه او مباشره كده. تمام، فين الفوليوم بتاعك يتجاب ازاي؟ واخد بالك؟ يعني انا قلت كده عشان هي تبقى نفس الايشو، يعني تبقى نفس النسبه، فخلاص يبقى هي دي هي دي، صح كده؟ هي ايه دي؟ قول تاني كده. انا قصدي ان المولر ماس على الفوليوم اوف 1 مول هتبقى هي نفس الريشيو بتاعت الماس على الفوليوم عامه، هتبقى هي. طب ماشي، طب هو فين الفوليوم بتاع ال 1 مول؟ تمام ماشي، انا بقول يعني اللي انا لا عممتها، طالما هي نفس الريشيو فانا عممتها، فعشان كده حضرتك استخدمت القانون ده، صح كده؟ ماشي كمفهوم ماشي. تمام،
طيب شكرا. حلو، خلينا بقى نشوف مسألة برضو مهمة جدا، على شيء مهم جدا خدناه في شابتر 1. فاكرين طبعا القصة بتاعت الايديال جاز بيهيفير وفاندرفال اكويشن. طيب دي بقى من المسائل المهمة، خدنا زيها مسألة بسيطة كده ساعتها كانت موجودة في الكتاب بتاعنا. طب تعال نشوف مسألة تانية، بيقول لك ان انت عندك 3.5 مول من غاز النشادر موجودين في حجم 5.2 لتر في درجة حرارة 5 درجات مئوية. احسب البريشر بتاع الجاز بالاتموسفير باستخدام الايديال جاز اكويشن مرة، فاندرفال مرة، واديني الكومنت بتاعك على النتائج. مديلك جيفن في المسألة قيمة الاي سمول والبي سمول بتوع النشادر، هعمل ايه؟ الداتا كلها موجودة عندي، عندي الان والفي والتي، وطبعا هعوض تعويضات مباشرة بي في الفي اكوال ان ار تي بالداتا اللي موجودة عندي. هبص لقى ان البريشر الايديال هيطلع 15.3 اتموسفير، بينما استخدام الفاندرفال اكويشن وما فيش فصال في ان انا ابقى حافظ فاندرفال اكويشن، وطبعا ما هياش حفظ فقط، هي حفظ فهم بريشر براكتيكال، بضيف عليه الكوركشن تيرم اللي يلغي تاثير الاتراكشن فورسز في اللو تمبريتشر زي ما اتفقنا في القصه، يبقى بي زائد اي ان سكوير على في سكوير في في ماينس ان بي ايكوال ان ار تي. كل الداتا موجوده، اخلص واجيب البريشر الريال طلع كام؟ 13.8. دي مختلفه بقى عن المساله اللي احنا كنا شفناها في الكتاب، هنا في فرق بقى شويه في القيمتين. ايه الكومنت بتاعي؟ الكومنت بتاعي هنا هقول ايه؟ اذا ديو تو ريلاتيفلي لو تمبريتشر، نتيجه الى حد ما درجه الحراره المنخفضه شويه، هنا الاتراكشن فورسز بتوين موليكيولز ماست بي تيكن ان كونسيدريشن، لازم تؤخذ في الاعتبار، لان انت هنا درجه الحراره اللي انت شغال عندها يعني الى حد ما ممكن يبقى فيها كلام شويه بالنسبه للنشادر، لان النشادر في الاساس غاز تقيل مش خفيف، فلما يبقى عند درجه حراره 5 درجه مئويه ممكن الحركه بتاعه جزيئاته تقل شويه والاتراكشن فورسز تبتدي تزيد ويبقى ليها دور، وبالتالي ده اللي قلل قيمه البريشر المحسوب بفاندرفال اكويشن في الجزء الثاني من المساله. لو تفتكر انت المساله اللي كنا خدناها كاكزامبل على الحته دي في الدرس نفسه تقريبا كانت على غاز الاكسجين، بس كنت عند درجه حراره تقريبا كانت 127 درجه مئويه، يعني لما تعوض عنها ان كلفن في القوانين هتبقى 400 كلفن، فبالتالي كانوا القيمتين تقريبا زي بعض، ما كانش في دور للاتراكشن فورسز، انما هنا الاتراكشن فورسز ظهرت معايا شويه مش كتير برضه. تمام يا شباب، ادي ايه مسألة على فاندرفال. يا دكتور ليه ما قلتش ان المشكلة في البي؟ ايش معنى المشكلة في الايه؟ هنا المشكلة، لا المشكلة هنا واضح ان هي في الاتراكشن فورسز نتيجة لخفض درجة الحرارة. ليه كمان؟ لان هو في ظروف المسألة اللي هو منتهى لك، في ظروف المسألة نفسها هو مش جايب لك سيرة خالص عن ان الثلاثة ونص مول من غاز النشادر دول هو مأثر عليهم بأي اكسترنال بريشر مخالف للأتموسفيرك بريشر، هو ما جابلكش السيرة دي في المسألة خالص، يعني هذا الغاز غير متعرض لإفكت أوف هاي بريشر من بره، ما جابلكش السيرة دي. إذن لما أنا أجي أشتغل على القوانين، إذن لما دكتور مش متعرض لإكسترنال بريشر مش ايديال، ليه استخدمنا الاي ان سكوير على في سكوير؟ بتقول ايه مش سامع حضرتك؟ ما احنا استخدمنا الكوركشن بتاع البريشر. ليه؟ ما عشان هو بيقول لك، هو طبعا ده علشان هو طلب منك في المساله كده، وعلشان ايه كمان؟ علشان انت الى حد ما، انا كنت لسه بقول الى حد ما بالنسبه لغاز تقيل زي غاز النشادر درجة الحرارة 5 درجة مئوية الى حد ما تعتبر درجة منخفضة شوية،
فدي ممكن تظهر تأثير شوية للأتراكشن فورس. لذلك شوف هو بيقول لك إيه due to relatively low temperature، يعني اللي هو إلى حد ما درجة الحرارة المنخفضة شوية. طبعا لو درجة الحرارة قلت عن كده الدور الأتراكشن فورس هيبان أكتر، واخد بالك؟ طب يا دكتور ممكن نعم يعني ينفع يبقى البريشر عالي والتمبريتشر منخفضه فتاثير دوت يبطل تاثير دوت وتطلع لنا الايكويشن العاديه هتزيد ايوه. مش استنى مش انا وريت لكم وشرحت لكم الحته دي، بس هي طبعا مش افيلبل قدامي انها ان انا اطلعها لكم دلوقتي. مش شرحتها لكم على الجراف اللي كان بيبين العلاقه ما بين الزد وقيم البريشر؟ مش كان في كده جراف كده شفناه وجينا قلنا الخط الهوريزونتال المنقط عند زد بيساوي واحد ايديال بيهيفير، وكان في عندك مجموعه كيرفات كده نازله تحت الزد بشويه ورجعت طلعت فوق تاني. فكنا بنشوف ايه، كنت انا ساعتها بقول لك ايه، طب ما هم التاثيرين موجودين على نفس الكيرف اهو، بس في لحظه ما مين فيهم المور دوميننت على التاني؟ مين فيهم اللي له تأثير أكتر من التاني؟ لو أنت في ضغوط منخفضة، وطبعا المقصود بالضغوط المنخفضة هنا أتليست على الأقل أن أنت تبقى في الأتموسفيريك بريشر العادي، لكن درجات حرارتك منخفضة يبقى درجة الحرارة هي اللي هتبان. بالضبط، درجة الحرارة هي اللي هتبان، وهو ده اللي إلى حد ما باين في المسألة. إنما بقى لو أنا ابتديت أزود external pressures خارجية كبيرة عن الوان اتموسفير بكتير، لا اركن لي بقى درجة الحرارة شوية، هيبقى المور دوميننت ساعتها الفوليوم والكوريكشن اللي يحصل في الفوليوم. تمام يا شباب؟ طيب عشان نلحق نخلص بس خلينا نشوف المسألة دي اخرى. دي مسألة ظريفة برضو، تعال نشوف كده. بيقول لك عندك غاز أجاز سلندر of 53.7 لتر، يعني عندك اسطوانة غازات، أدي ده الحجم بتاعها، بتحتوي على نيتروجين عند بريشر كذا ودرجة حرارة كذا. تمام، كم جرام من النيون must we add to this cylinder to raise the total pressure ل 75 أتموسفير، ومدي لك الأتوميك ماس بتاع النيون. انا لو ركزت في المساله دي شويه كده وانا طبعا مذاكر الحاجات بتاعتي، يا ترى تبقى قريبه من التطبيق في مين؟ في مين ده؟ هو عندي غاز نيتروجين وبيقول لي احط عليه نيون بتاع، يبقى انا كده بتكلم ابتديت احوم حوالين دالتون، ابتديت احوم حوالين ايه؟ قانون دالتون للبارشال بريشر. طيب هو عايز يعرف هو هيضيف نيون قد ايه علشان البريشر جوه السلندر بعد ما ضيف النيون يوصل ل 75 اتموسفير. طيب وهو عنده الفوليوم بتاع السلندر اهو، تمام، ودرجة الحرارة موجودة. طب ما انا ابتدي من الاخر، اجي قايل ايه؟ البي توتال في الفي ايكوال الان توتال ار تي. البي توتال هو اللي احنا عايزين نوصل له، ال 75 اتموسفير في فوليوم السلندر اللي هيبقى ايه؟ فوليوم السلندر طبعا مش هيتغير، هتبقى فيه الغازين موجودين، هيساوي الان توتال معرفوش، ده النيتروجين والنيون اللي انت عايز لسه تضيفه عليه في الار طبعا الصغيره، علشان هنا البريشر بالاتموسفير والفوليوم باللتر في درجه الحراره اللي هو ذاكرها في المساله. كلام جميل، جبت الان توتال، حلو جدا. طيب طب ما هو جه قال لك ايه؟ ان البريشر بتاع النيتروجين لوحده جوه السلندر ب 28.2، يعني ده البارشال بريشر بتاع النيتروجين، يبقى اجي اقول ان البارشال بريشر بتاع النيتروجين اطبق دالتون بقى يساوي البي توتال في الاكس بتاع النيتروجين، يبقى 28.2 يساوي 75 في نمبر اوف مولز بتاعه النيتروجين على الان توتال. ليه سيادتك عملت الخطوه دي؟ ما هو انت دلوقتي لما جبت الان توتال من الخطوة اللي فوق، ما انتش عارف تفكه برضو، ما انتش عارف عندك قد ايه نيتروجين وقد ايه نيون من اللي انت عايز تضيفه،
يبقى على الاقل لازم اعرف النمبر اوف مولز بتاعه النيتروجين اللي موجوده. طب ودي سهله؟ اه سهله، ما انت جبت التوتال بريشر بتاع الخليط وهو مديلك جيفن في المساله بيقول لك ان النيتروجين في السلندر دي البريشر بتاعه كذا، يبقى ده البارشال بريشر. وانا واخد العلاقه دي في دالتون، البارشال بريشر بتاعه اي غاز يساوي البي توتال في المول فراكشن بتاع الغاز ده، ادي البارشال بريشر وادي البي توتال يساوي الان، الان بتاعه النيتروجين اللي ما عرفتهاش على الان توتال اللي انا جبتها. ما انا جبت الان توتال من فوق، ده المول فراكشن بتاع الايه النيتروجين. هخلص الكلام ده يطلع النمبر اوف مولز بتاع النيتروجين بكذا، وانا عندي الان توتال يبقى منه النمبر اوف مولز بتاعه النيون. اطرح جبت النمبر اوف مولز بتاعه النيون، ومن النمبر اوف مولز بتاعه النيون وهو مديني الاتوميك ماس بتاعه النيون ب 20 اقدر اجيب الماس بتاعته اضرب في ال 20. بس مساله برضو يعني ما مش صعبه، ما فيهاش حاجه. انا دايما بحب اجيب لك المساله اللي تبقى يعني بس ايه محتاجه بس ان انت يعني تركز كده في اللي بيتقال فيها، انما هي مش صعبه ولا حاجه. وممكن على فكره تجيلك مساله دالتون مباشره جدا، يقول لك خليط من الغازات وما اعرفش عندك كم جرام من الغاز ده وكم جرام من الغاز ده، احسب البارشال بريشر والتوتال بريشر زي المسائل اللي كانت جات لنا في الاساين. انا متعمد في المحاضره بتاع النهارده اجيب لك بعض افكار انت ما شفتهاش في الاساينمنت اللي قبل كده عشان يبقى انت معاك افكار متنوعه. تمام كده يا شباب؟ طيب نشوف مساله مع في اي مشكله يا شباب في المساله دي؟ دكتورة ممكن حضرتك تلخص فكرتها بس في يعني سطر يعني جمله كده؟ بص هي فكرتها ايه، بص فكرتها ايه، انت عندك اسطوانه فيها نيتروجين جاز ومديلك حجم الاسطوانه ومديلك البارشال بريشر بتاع النيتروجين جوه الاسطوانه دي، حلو كده؟ بيقول لك يا ترى انت محتاجه تدخلي في الاسطوانه دي قد ايه من غاز النيون على النيتروجين اللي عندك ده هو عشان يوصل التوتال بريشر 75 اتموسفير. طيب ما انا يعني انا هعرف الكميه اللي هحطها من النيون دي قد ايه ازاي؟ ما فيش الا ان انا ابتدي اتعامل مع القوانين اللي انا خدتها في دالتون، لان انا عارف ان دالتون هو اللي بيتعامل مع خلط الغازات مع بعضها، يعني ده اقل حاجه خالص ايه تيجي في دماغي ساعتها، دول غازين بتخلطهم مع بعض ومش هيبقى دالتون. طب ما انا ممكن ابتدي من الاخر، هو مديني التوتال بريشر حلو كده وانا عندي الفوليوم بتاع السلندر، طب ما انا اقول البي توتال في الفي يساوي ان توتال ار تي، ومن هنا هجيب النمبر اوف مولز التوتال اللي هم النيتروجين والنيون اللي انا مانيش عارف كميته. طب بعد ما جبت الان توتال مش انا مديلك البارشال بريشر بتاع النيتروجين لوحده اهو ده، طيب ارجع اطبق القانون اللي انا خدته في دالتون، البارشال بريشر بتاع اي غاز يساوي البي توتال في الاكس بتاع الغاز ده، اكس اي غاز هي النمبر اوف مولز بتاعته على التوتال نمبر اوف مول. يبقى انا عندي التوتال نمبر اوف مولز اهو، اجيب النمبر اوف مولز بتاع النيتروجين، وبعد ما اجيب النمبر اوف مولز بتاع النيتروجين اطرحه من الان توتال، يبقى انا كده عرفت النمبر اوف مولز بتاع النيون واللي من السهل من خلاله اجيب الماس بتاع النيون قد ايه، وهو مديني الاتوميك ماس بتاع النيون في المساله. تمام تمام يا دكتور، شكرا. نشوف بقى مساله على الصول. نقدر مثلا في المساله دي بدل ما استخدم دالتون استخدم الجنرال جاز اللي هو عادي، اصل يعني يبقى البارشال بريشر بتاع النيتروجين معايا والفوليوم بتاع السيلندر معايا والتمبريتشر موجود، اقول ان البارشال بريشر بتاع النيتروجين في الفي بيساوي الان بتاعت النيتروجين نمبر اوف مولز النيتروجين في الار في التي، فاقدر منها اجيب النمبر اوف مولز بتاعت النيتروجين
بعد كده طبعا ان توتال معايا هجيب النمبر اوف مولز للنيون. يعني كدلته ايوه لا بس انت تقصد ان الاولانيه دي هتتعمل اللي انا مشاور عليها دي. ايوه دي عشان اجيب الاول وترجع وترجع تطبقها تاني قانون الجنرال جات لو تطبقه تاني على النيتروجين لوحده صح؟ ايوه بالظبط ممكن تطبقه على النيتروجين لوحده تجيب النمبر اوف مولت بتوعه وترجع تطرح ممكن. شكرا يا دكتور. تعال بقى نشوف مسألة على السوليد بقى. طبعا السوليد مش جاي في الكويز لكن برضك علشان الميد تيرم اللي انت شايفها قدامك دي كده مسألة امتحان انا اوريدي جايبها لك من امتحان قبل كده. بيقول لك الباريوم الاتوميك ريديوس بتاعه 217 بي ام اللي هو البيكوميتر وكريستالايزد في البادي سنتر كيوبيك كريستال. احسب لي الاتي اللينث بتاع الايدج اوف ذا يونت سيل المقصود باللينث بتاع الايدج اوف ذا اللي هو طول الضلع بتاع اليونت سيل نفسه وبعدين الفوليوم بتاع اليونت سيل والفوليوم بتاع الواحد مول تمام وبعدين الدنس بتاع الباريوم ومدي لك ايه بقى في الجيفن مدي لك الاتوميك ماس بتاع الباريوم وافوكادرو نمبر والعلاقه بتاع البيكوميتر مع الصمت ان البيكوميتر 10 باور ماينس 10 من الصمت. حلو جدا. هو مش مدي لك الاتوميك ريديوس بتاع الباريوم وبيقول لك ان الباريوم بادي سنترد يبقى اول حاجه اعملها ابتدي ان انا احط القانون بتاع الاتوميك ريديوس بتاع البادي سنتر ده اهو الار اي جذر 3 على 4 اللي احنا واخدين ادي ال 217 تساوي اي جذر 3 على 4 يبقى الاي اللي هو اللينث بتاع الايدج اوف ذا يونت سيل اللي هو المطلوب الاولاني هيطلع 501.7 بي ام بس ادي ده المطلوب الاولاني من الاي من ان انا عارف القانون بتاع الاتوميك ريديوس بتاع البادي سنتر. حلو جدا. طب عايزين الفوليوم بتاع اليونت سيل والفوليوم بتاع الوان مو مش انت كده جبت الاي اللي هو الايدج بتاع اليونت سيل. طيب يبقى الفوليوم بتاع اليونت سيل ها بس لو هعبر عنه بالسنتيمتر كيوب يبقى هحول من البيكوميتر للسنتيمتر هضرب في 10 باور ماينس 10 الكل كيوب هيطلع كذا 1.2 من 10 في 10 باور ماينس 22 سنتيمتر كيوب. حلو جدا. الريليشن المعتادة اللي قلت لك عليها في مسائل السوليد ادي الفوليوم بتاع اليونت سيل اللي انت جبته كونتينز كم اتوم 2 ليه لانه هو قايل ان هو بادي سنتر تمام يبقى اليونت سيل الفوليوم بتاع اليونت سيل بتاع بيحتوي على 2 اتوم. انا عارف ان الفوليوم بتاع الوان مول بيحتوي على ايه افوجادرو من الاتوم اللي هو مدهولك في الجيفن الكروس مالتيبليكيشن بتاعي ده في ده على 2 يديني الفوليوم بتاع الوان مول يطلع 37.9 سنتيمتر كيوب ومنه اقدر اجيب المطلوب الثالث اللي هو الدنستي. دنستي مس على فوليوم. انت عندك فوليوم ايه دلوقتي ما انت لسه جايب اهو فوليوم الوان مول ومدي لك ايه كمان مدي لك المولر ماس بتاع الباريوم اهي يبقى الدنستي المولر ماس بتاع الباريوم على الفوليوم بتاع الوان مول اللي انت جايبه تطلع الدنستي المطلوب. بس هذه المسألة بس مسألة طبعا كويسة جدا والكثير من مسائل الامتحانات على اليونت سيلز بتجيلك بالشكل ده ماشي يا شباب في اي مشكلة في المسألة دي؟ طيب اخر حاجة بالنسبة لنا وانا تعمدت ان انا احطها برضو مش محلولة عشان انت تصحى معايا وتكتب معايا كده واحنا بنقول دلوقتي ولما نزل لك الفايل تحلها انت بنفسك تاني او بايدك. مسألة امتحان وش كده المنظر اللي انت شايفه قدامك ده هو بيقول لك ايه
الالستريتد كيرف اللي انت شايفه ده هو عباره عن فريزنج بوينت كيرف الباينري سيستم الوي، يعني الوي من تو ميتالز، يعني كومبوزد اوف تو ميتالز اي وبي، مش مهم ايه هم الميتالز دول، ومدي لك الكيرف اهو الكومبوزيشن على الاكس اكسس ودرجات الحراره على الواي. اول سؤال بيقول لك يا ترى التايب اوف الوي دي، وات از ذا تايب اوف ذيس الوي اند واي، نوع الالوي ده ايه، ويعني قول لي انت هتسميها بالنوع ده ليه. النوع بتاع الالوي اللي قدامنا دي ايه يا شباب؟ الايوتكتيك الالوي. طب وهتيجي تجاوب تقول له هي ايوتكتيك ليه، عارف الاجابه السهله قوي، الاجابه ايه هي؟ ان انت الجراف اللي قدامك او الكيرف اللي قدامك ما فيهوش بيك او ما فيهوش ماكسيمم بوينت تمثل وجود الانترميتاليك كومباوند، وكمان الجراف اللي قدامي ما فيهوش عمليه الكولنج بتاع الالوي بتتم ان رينج اوف تمبريتشر ديجريز، على مدى من درجات الحراره زي السوليد سوليوشن. يبقى دلوقتي اذا معلش تاني دكتور معلش ممكن حاجه ايوه تكرر الحته دي، حضرتك كرر الحته دي تاني اللي هو ايوتكتيك. طب احنا طبعا اتفقنا على ان الجراف اللي قدامنا ايوتكتيك لان فيه مينيمم، لان هو موجود عندك مينيمم فريزنج بوينت اهي في الكيرف، يبقى دي بتمثل الايوتكتيك بوينت بتاعتي. طب برضو هو الجراف ده بيمثل ايوتكتيك ليه، يعني اقوم جاي عامل ايه، انفي عن الكيرف اللي قدامي الحاجات الاحتمالات الثانيه. اولا الجراف ما فيهوش بيك او ما فيهوش ماكسيمم بوينت تمثل وجود انترميتاليك كومباوند اللي هو كان النوع الثالث اللي درسناه، تمام، ده مش موجود. وفي نفس الوقت ما فيهوش بيك ولا ايه، يعني ما فيهوش بيك او ماكسيمم بوينت او يعني درجه يعني او نقطه عظمى، يعني ما فيهوش نقطه عظمى او ما فيهوش قمه موجوده بتمثل الانترميتاليك كومباوند زي ما ايه، زي ما شفنا في الكيرف بتاع الانترميتاليك. وفي نفس الوقت المنظر اللي قدامي دون بيقول لي ايه، بيقول لي ان عمليه الكولينج اوف ذا مولتن الوي، الكولينج اوف ذا مولتن الوي doesn't occur، ما بتحصلش in a range of temperature degrees، ما بتحصلش في مدى من درجات الحراره، لا حدوث المدى من درجات الحراره ده بيبقى في solid solution الوي، يبقى في solid solution الوي. خلي بالك من حاجه، مش بس melting at constant temperature الايه، ان هو كله بيبدا يتحول لمولتن هتكون ستان تمبريتشر اللي هي هتكون ستان تمبريتشر. خلي بالك برضو من حاجه، انا عايزك تفهم اللي انا بقوله، لان حته واي دي الناس اللي في بعض ناس فاتحه مايك كده من غير داعي عامل شوشره. كنت اقول ايه، حته الجزء بتاع واي دي خلي بالك، انت دلوقتي في الاسلوب الجديد بتاعنا في الامتحانات انت مش هتقول واي دي بنفسك انت، انا لو هجيب لك السؤال بتاع واي ده هيبقى في الام سي كيو برضو، هيبقى في الام سي كيو برضو، وهجيب لك الجمله اللي تتناسب مع الفهم اللي احنا بنقوله، وهتبقى واضحه بالنسبه لك ان مفيش انترميتاليك كومباوند او مفيش بيك بتمثل انترميتاليك كومباوند، الكولينج بتاع الالوي دونت اوكير ان رينج اوف تمبريتشر، ما بيحصلش في مدى من درجات الحراره، بيحصل على رينج قصدك لا الثاني، الرينج من درجات الحراره اقصد ايه، لا الثاني بيقعد بيمر بمراحل كتير قوي اللي هو ايه الايكوليبريم اللي موجود ما بين الكيرفين اللي فوق واللي تحت في السوليد سوليوشن، لا دي قصه ثانيه. بس ادي ده السؤال الاولاني. طيب السؤال الثاني بقى، وده مهم وفي نفس الوقت انا عايز اجابته كلمه واحده، مش عايز رغي كتير، الالوي اوف كومبوزيشن ات بوينت سي اللي هي الايوتكتيك ده اهي بيهيفز از بيور سبستانس اكسبلير،
عشان الميلتنج بوينت هي الفريزنج بوينت. بنحاول نجيب لا لا بص لا معلش لا لا استنوا بس. سمعتوا زميلكم الاولاني قال ايه؟ هي دي اللي انا عايزها. ما بتتجمل بتشتغل ليه بقى؟ لان الفريزنج اسمعوني لان الفريزنج بوينت هي هيها الميلتنج بوينت اللي هي كام؟ اللي هي ال 200 درجه اللي هي عند نقطه السي في. يعني انا لو عندي سوليديفايد ايوتكتيك اللون وهبتدي اسخنها عشان تنصهر، ها شايف السهم بتاعي طالع راس اهو، هتبتدي تنصهر عند ال 200. والعكس صحيح، لو انا عندي التركيب الايوتكتيك في المولتن في درجات حراره عاليه وعايز ابتدي ابرده، هتني نازل نازل نازل، كل ده مولتن ولا اي حاجه، نازل نازل هوب لغايه نقطه سي تبتدي تتجمد. يبقى اذا طالما انا عندي فيز او عندي ماتيريال الفريزنج بوينت بتاعتها هي هيها الميلتنج، يبقى بتشتغل كما لو كانت بيور سابستنس. بس هي دي الاجابه. يبقى يعني الاجابه الالوي اوف كومبوزيشن سي بيهيفز از ا بيور سابستنس بيكوز الفريزنج بوينت ايكوال الميلتنج بوينت. بس هي نفس الدرجه. طيب نيجي بقى للسؤال سي، بيقول لك رفلي ديترماين، يعني بالتقريب كده عين للفريزنج بوينت والميلتنج بوينت بتوع الالوي اوف كومبوزيشن دي. روح معايا كده على الكيرف وادي الالوي اللي الكومبوزيشن بتاعها دي. يا ترى تقريبا الفريزنج بوينت بتاعتها تبقى كام والميلتنج بوينت كام؟ سيادتك هتعمل ايه عشان تعرف؟ هتبتدي تنزل بالقلم والمسطره بتوعك خط راسي من نقطه الدي لغايه النقطه اللي على الكيرف بي سي، ماشي كده، وابتدي امدها افقيا واشوف عند درجه كام. هي تقريبا يعني هتطلع لا فوق ال 400 بشويه، يعني هتطلع تقريبا 420 حاجه كده. ادي دي ايه تقريبا يعني الفريزنج بوينت بتاعه الايه الالوي دي. طب والميلتنج 200؟ لا دي ثابته يا دكتور، ثابته الكله. ايوه ثابته الكله اللي هي ال 200 درجه مئويه، وده اللي انا قلته قبل كده. الايوتكتيك الالوي فريزنج بوينت مختلفه على حسب انت عند اني نقطه على الكيرف، لكن كلهم ميلتنج بوينت واحده اللي هي ال 200 درجه مئويه او اللي هي الايوتكتيك تمبريتشر بتاعتي. تمام؟ اخر سؤال كومبليتلي ميلتنج عند ال 200 صح؟ او كومبليتلي فريزنج انا اسف. هي مين دي؟ حضرتك بتقول انه ثابته لغايه ال 200 يعني كلهم ثابتين عند ال 200 الفريزنج بوينت بتاعتهم تبقى كومبليتلي بعد ال 200. استنى استنى، كلهم ثابتين عند ال 200 ميلتنج بوينت مش فريزنج. الفريزنج لما تبقى الفريزنج لما انت يبقى عندك مولتن الوي عند درجات حراره عاليه في الجزء اللي فوق ده اللي هو عند درجات الحراره العاليه دي، ده كل ده مولتن الوي. حلو كده، اختار اي نقطه اي الوي باي نسبه من الاثنين مع بعض وابتدي انزل. النقطة اللي هتنزل بيها تلامس الكيرف بتاعك الناحية دي أو الناحية دي على حسب الكومبوزيشن اللي انت شغال عليه، يبقى دي الفريزنج بوينت بتاعتها. هتبتدي تتجمد عند الايه الفريزنج بوينت دي. لكن الميلتنج هما تحت هنا كلهم صوليد. اطلع من اي حتة، اطلع من اي حته من على يمين السي او على شمالها، هتبقى بدايه الميلتنج عند ال 200. ماشي كده يا شباب؟ شكرا دكتور. طيب يجي بقى لاخر سؤال، بيقول لك قول لي الكومبوزيشن بتاع الالوي سيستم اللي عندك في الاريا 1 و2 و3. يعني ايه هو الفيزز اللي موجوده عندك في الاريا
واحد واثنين وثلاث. طبعا الاريا واحد دي واضح قوي انها المولتن الوي، يعني من الاثنين مع بعض من الاي والبي، تمام، مولتن ستيت وخلاص. طب هنا نمرة اتنين دون الفيز اللي في اتنين ده عبارة عن ايه بقى؟ لا ده ايوه سوليد، ده تفسيره يعني عبارة عن ايه؟ ما انا عارف انه سوليد بس لازم تقول له تركيبه ايه بقى؟ ايوتكتك اللوي، خلي بالك بقى ايوتكتك اللوي من الاي والبي، ايوتكتك اللوي من الاي والبي بنسبة 40% من البي، لان البي بتزيد في الاتجاه من الشمال لليمين، 40% بي و 60% ايه ده، ولا في حاجه ناقصه؟ في بي كريستالز. ايوه كريستالز. من مين؟ من البي كريستالز. من البي بالظبط كده. يبقى الفيز 2 دون هتقول لي سوليديفايد، سوليديفايد ايوتكتك الوي من الاي والبي بين قوسين كده، يا ريت لو تكتب لي تركيبها، 40% بي 60% اي، ان ويتش لارج كريستالز اوف بي. ادي ده الكلام الصح، فيها لارج كريستالز من البي، تمام يا شباب. دكتور هو ممكن حضرتك تعيد اي بس واحده؟ ازاي انا مش فاهم ازاي هي في 2 بي؟ لا في 2 بي ايه، مش فاهم. مش في بي فوق خالص وفي بي تحت؟ لا يا ابني، البي اللي تحت دي اللي على الاكس اكسس ده بيقول لك البرسنتج بتاعه البي هي اللي ممثله على الاكس اكسس، يعني نقطه ال 40% دي. انما البي كمثل، انما البي كمثل موجود عنده اهو فوق، اللي هي النورمال فيزنج او النورمال ميلتنج بتاعت البيور بي، بتاعت البيور بي. طيب فالاي الاي ترمز للليكويد عادي. ده مولتن الوي، ده من الاثنين مع بعض وخلاص. طيب الفيز بقى اللي موجود في المساحه 3 هيبقى عندي ايه بقى؟ كريستال ايوتكتك الوي وكريستال. لا بس الايوتكتك الوي دي مالها؟ مولتن. مولتن منصهره لسه ما اتجمدتش، انا فوق ما نزلتش تحت ال 200، يبقى مولتن الوي من الاي والبي، واخد بالك، ان ويتش سوليد كريستالز اوف اي، تمام. وعلى فكره الفيز رقم 4 اللي انا ما ذكرتوش في السؤال الناحيه الثانيه هيبقى كده برضو، مولتن الوي من الاي والبي ان ويتش سوليد كريستالز اوف بي. ماشي يا شباب. دون اللي قدامنا دي يعني تعتبر برضو ايه اكزامبل كويس على الالويز، يعني شبه الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات. ارجو ان تكون المحاضره بتاعت النهارده كانت مفيده للجميع، وهنزل لكم الفايل ده برضو على التيمز، وزي ما قلت لكم انا ان شاء الله موجود في الكليه بكره من الصبح يمكن لغايه الساعه 2 ولا حاجه، ويوم الثلاث برضو هبقى موجود برضو من الصبح يمكن لغاية الساعة 1. اللي عنده أي استفسارات أو أي أسئلة إلى جانب مواعيدنا الأسبوعية، محاضراتنا والكلام ده كله، هناخد جزء جديد كده في شابتر 4 اللي هو الثيرموكيمستري، شابتر ظريف ما فيهوش تعقيدات يعني، وأنا بعتبر أن لما يجي لك منه حاجة صغيرة كده في الامتحان. طبعا بصوا يا شباب، الـ بالنسبة للميد تيرم العملية بالنسبة للأسئلة هتبقى نسب، يعني إيه؟ يعني أنت مثلا شابتر الثيرمو كيمستري لسه هتبقى واخده معايا الأسبوع ده، يبقى مش هجيب لك فيه أكتر من سؤال ولا حاجة كده، بس إيه يعني حاجة بسيطة من الثيرمو كيمستري. لكن طبعا معظم الأسئلة في الميد تيرم هتبقى على الشباتر الثلاثة اللي هي الجاس والليكويد والسول. بالتوفيق كده يا شباب ان شاء الله. لو سمحت عندي سؤال. اتفضل.
هو ممكن بس حضرتك يعني تشاور على اللي هي الخطوط اللي هي فريزنج واللي هي الخطوط الميلتنج عشان بتلخبط فيها شوية. خطوط الفريز لا يعني بص الاي سي والبي سي اللي قدامك في الرسمة دول فريزنج بوينت كيرف، يعني اي نقطة على الكيرف اي سي او الكيرف بي سي اي نقطة تمثل فريزنج بوينت لألوي من الاي والبي بنسبة معينة. اول ما يعني زي ما عملنا في الاكزامبل اللي في المسألة بتاع الألوي دي قال لك عايزك تعرفين الفريزنج بوينت بتاع الالوي اوف كومبوزيشن دي، عملت ايه؟ هتنزلي بخط رأسي منها كده لغايه اما تلمس الكيرف بي سي اللي هو الفريزنج بوينت كيرف بتاعك في نقطه، فالنقطه دي هتبقى هي الفريزنج بوينت بتاع الالوي دي، بس هتشوفيها ايه على التمبريتشر اكسس بكام، وهكذا اختاري اي نقطه تانية على الكيرف بي سي او الكيرف اي سي، واخد بالك؟ بينما كل هذه الألويز بالنسب المختلفة بتاعتهم لما يبقوا متجمدين في درجة حرارة تحت الـ200 بقوا solidified eutectic alloys خلاص. لما تيجي بقى تعمل العكس تسخنيهم علشان ينصهروا كلهم بداية انصهارهم هتبقى عند نفس الدرجة اللي هي eutectic temperature اللي هي عند الـ200 درجة مئوية بس. وهو الجزئية دي أهم ما يميز الجراف بتاع الايوتكتيك ألوي. طبيعي يا دكتور إن هي تبقى الملت الفريزنج بوينت يعني كتمبريتشر أعلى من الملتنج؟ بصي الألوي يا شباب، الألوي ليها قوانينها وقواعدها الخاصة بيها اللي بتختلف عن البيور ماتيريال، اللي بتختلف عن البيور ماتيريال. طب ما هو نفس الكلام في السوليد سوليوشن الويز. طب ما في السوليد سوليوشن الويز اللي هي عامله زي اللوب دي او عامله زي الفص دي كده اللي شفناها، ما برضو الفريزنج بوينت اكبر من الميلتنج بوينت عادي. الالويز ليها قواعدها بقى ايه اللي ماشيه بيها. النقطة الوحيدة اللي يعني بتشبه البيور ماتيريال في الخصائص بتاعتها هي الايوتكتيك بوينت نفسها، ولذلك هو قام جاي سائلنا عليها السؤال رقم بي، قال لك ليه تعتبر او في اعتقادك ليه بنقدر نعتبر ان الكومبوزيشن سي او الالوي سي كما لو كانت بيور سابستانس؟ ليه؟ لان عند التركيب ده بالذات اللي هو 40 و60 ده بالذات في الاكزامبل بتاعنا مثلا هو الفريزنج بوينت هيها الميلتنج بوينت عند نفس الدرجه بالظبط، فزيها زي اي بيور ماتيريال، فعلشان كده بتعتبر يعني وكانها بيور ماتيريال. دكتور على فكره اتفضل. الاريا نمبر 2 بس كانت ايه؟ الاريا نمبر 2 اهو اتفقنا انها solidified eutectic alloy. eutectic alloy اتجمدت خلاص لانها تحت ال 200. eutectic alloy من ال A وال B اللي هي بنسبة ايه؟ بنسبة ال 40% من ال B وال 60% ايه؟ عند النقطة دي. ما هو انت نهاية التجمد بتاعك عند النقطة دي، ما خلاص ما فيش اكتر من كده، تقوم تجمد كلها مره واحده بقى عند النسبه دي، بقت هي دي الارضيه بتاعتي، ارضيه السبيكه، وهيبقى منتشر فيها بلورات من البي اللي كان سبق وعماله تنفصل اثناء التبريد. يبقى يوتكتك منتشر فيها بلورات من البي، الناحيه الثانيه دي ايوتكتيك منتشر فيها بلورات من الاي. تمام، شكرا دكتور. اوكي دكتور، شكرا ليك. معلش بس يا دكتور، هو كنا احنا ليه بنعتبرها ان هي ايوتكتيك الاي؟ ليه بنعتبر ان دي ايوتكتيك الوي في الجراف؟ لان انت هنا عندك مينيمم بوينت، عندي مينيمم بوينت دي بتمثل الفريزنج او الميلتنج بوينت بتاع الايوتكتيك اللور، وفي نفس الوقت الجراف ما فيهوش بيك قمه او ما فيهوش ماكسيمم بوينت تمثل وجود الانترميتاليك اللور،
ما مش موجودة، يبقى خلاص الاحتمال ده مش موجود. تمام، وانا ما عنديش عملية الايه التجمد على رينج كبير من درجات الحرارة زي ايه الكيرف بتاع السوليد سوليوشن قاله. تمام، شكرا لحضرتك دكتور. معلش، هو انا في حاجة بس مش مستوعبها من الاول دلوقتي، هو 40% و 60% دي انا اللي بحددها ولا هو الالوي؟ يعني انا ممكن اعمل خالص، انت ما بتحددش حاجة. بالنسبة للايوتكتيك بوينت اللي هي كومبوزيشن معين من التو ميتالز اللي بيعملوا الالوي دي، دي هتبقى جيفن ليك في الرسمة. اه ايوه انا فاهم. لا انا قصدي يعني هي انا عامه قصدي بره الجراف ده، قصدي في الالويز عامه. يعني انا اللي ببقى عامل الالوي مش عارف نسبه من يعني نسبه من كذا وكذا، ببقى اللي محدده ولا هو كل الالوي بيبقى ليه نسبته؟ لا طبعا كل الالوي ليها نسبتها، كل الالوي ليها نسبتها. انا جايب لك دي ايه، انا جايب لك دي كده يعني افتراضيه كده من عندي، وبقول لك ميتالز ايه وبي وبتاع، انما ممكن تختلف خالص. يعني المهم انها تبقى مينيمم بوينت في الكيرف، والنسبتين من الميتال ده ومن الميتال ده بتختلف باختلاف الميتال اللي بتعمل الالوي دي. طب وحضرتك قلت لما هنزل بروجكشن من الدي والمس الكيرف بتاع البي سي ده هيديني الفريزنج بوينت. تمام ماشي. طب ما هي برضو الميلتنج بوينت، فانا كده لا 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 لا، اما لا، هي الميلتنج بوينت ازاي؟ لو هيها الميلتنج بوينت، لو هي الميلتنج بوينت كده، يبقى انا بقى عندي بيور ماتيريال. تفرق ايه بقى الالوي عن البيور ماتيريال؟ لا، انت لما بتلمس نقطه على الكيرف بي سي بتبتدي عمليه التجمد، وبتبتدي عمليه التجمد بسلوك عامل ازاي؟ بسلوك عباره عن ان بعض بلورات البي تبتدي تنفصل كسوليد فيز في وسط المولتن الالوي. ما هو ده الجديد في طريقه التبريد بتاع الالوي اللي بتختلف عن الماتيريال العاديه، واخد بالك؟ ولما تبتدي بلورات البي عماله بتنفصل من المولتن الالوي كسوليد ستيت، خلاص خرجت بره اللعبه. يبقى كان مين بيزداد في المولتن الالوي نسبته؟ يبقى كأن انا وانا ماشي كده، يبقى كأن الايه هو اللي نسبته بتزيد. الالوي انت عمال تخرج، يعني انت خلاص انت عديت الخط، يعني انت نزلت رأس كده لغايه النقطه اللي على الكيرف بي سي، عرفت الفريزنج بوينت بتاع الالوي، ابتدى ينفصل عندها بعض بلورات البي، وقفت انت على كده. لا، ما هي ما اتجمدتش لسه، ابتدى اكمل التبريد، اخفض درجة الحرارة اكتر، دخلت في المساحة البيضة دي، واخد بالك؟ كل ما بخفض درجة الحرارة البي عمالة تنفصل كالسوليد. يبقى كأن مين نسبته بتزيد في المولتن الاي، يبقى كأن انا ماشي في الاتجاه بتاع البي سي ده لغاية اما نسبة الاي تبقى في المولتن 60%، هوب بتتجمد مرة واحدة، الباقي يتجمد مرة واحدة. يبقى هو ده الارضية بتاعت الايوتكتك، وموجود فيها بلورات البي اللي سبق انفصالها من بداية التبريد. وهو في الخط ده هيبقى المولتن بوينت بقى. الخط بقى اللي عند ال 200 ده اللي هي الايوتكتيك تمبريتشر، دي تعتبر الميلتنج بوينت بتاع الكل. تمام كده، تمام، شكرا. ماشي يا شباب، وبالتوفيق كده ان شاء الله. شكرا. دكتور لو سمحت، هو مدة